أبنائي الأعزاء، أسعد الله صباحكم أو مساءكم حيثما كنتم. النهاردة بإذن الله هنبتدي Lecture 5 في الأندوكراين، وهي خاصة بالثيرويد جلاند. وكعادتنا هنبتدي بإن احنا ندسكس الامتحان عن المحاضرة السابقة. فإحنا كالآتي نظبط الأشياء. السؤال الأول يا أولاد هو regarding الأنتيديوريتيك هرمون، هل هو secreted بالparaventricular nuclei in hypothalamus mainly؟ لو مكانش قال mainly كانت تنفع، لأن هو both هرمونز الـ ADH والـ oxytocin بيطلعوا من الparaventricular والsupraoptic، لكن الـ ADH بيطلع mainly from the supraoptic nuclei في الـ hypothalamus، يبقى دي إجابة خاطئة. طيب it's similar in structure to oxytocin، دي إجابة صحيحة لأن هما الاثنين nonapeptide. It is stored mainly in the anterior pituitary، لا هو stored mainly في posterior pituitary، في أجزاء بتروح anterior pituitary بس أجزاء صغيرة جدا. It has similar action to thyrotropin releasing hormone، لا لو كان قال لنا similar action to corticotropin releasing hormone كان بقت صح. وعليه الإجابة الصحيحة في السؤال الأول B for baby. سؤال تاني regarding actions of ADH، هل adrenal tubules it affects mainly the proximal tubule أو tubules؟ لا، معظم الهرمونات بتشتغل على distal convoluted tubules أو distal part of the nephron اللي هو distal convoluted tubules و collecting tubules، ما عدا قلنا ليه اللي بيشتغلوا على الفوسفوس. It acts mainly via الأكوابورين 1، لا هو it acts via الأكوابورين 2، الأكوابورين 1 ده لا يتأثر بالـ ADH. On renal vessels it acts via vasopressin 3 receptors، صح، ودي اللي بتشتغل بالبروستاجلاندين بتمنع ان الـ ADH او الفازوبريسين يكون strict الفيسلز ضمن ما بيكون ستريكت بتوع رينال فيسلز، فدي اجابه صحيحه. فازوبريسين 1 ريسبتور اكس فاي سايكليك ام بي، غلط، هو بيشتغل عن طريق الفازوبريسين 1 ده اللي هو بيعمل فازوكونستريكشن كونتراكشن، يبقى عاوزين كالسيوم، يبقى الضايق اسال جسترول انستول ترايف ستريت. السؤال الثالث الاي دي اتش سيكريشن از انكريزد باي اول اوف ذا فولوينج اكسبت، في البرد بيحصل ايه في حجم البول يا اولاد؟ بيحصل دورس، يبقى 100% بيوقف الانتي دايريتيك هرمون، يبقى هو ده اللي اكسبت، يبقى دي الاجابه الصحيحه. ايه؟ انها بيزيد في النوزيا، طبعا ما هيحصل فوميتنج، لازم احافظ على الميه، كفايه الميه اللي هفقدها في صوره فوميتنج. بيزيد بزياده الاوزموتيك بريشر اوف بلاد، طبعا ده 1% بس تغير في الاوزموتيك بريشر بيزوده. هل بيزيد بالبيتا ادرينرجيك ستيمولانتس؟ طبعا البيتا ادرينرجيك ستيمولانتس بتزود اول هرمونز، قلنا البي بي بيتا انهيبي بي بيتوري بتنهيبت كل حاجه في الجسم ما عدا ثلاث حاجات بتعمل لهم ستيميليشن، الهارت والهرمونز كلهم اللي هي موضوعنا والميتابوليزم. وعليه السؤال الاجابه الصحيحه تبقى ايه؟ السؤال الرابع ايودايت ترابينج ميكانيزم اول ار كوركت اكسبت، it's secondary active transport طبعا هو secondary to sodium transport، it's blocked by monovalent ions صحيح by competitive inhibition، it occurs against concentration and electrical gradients صح، it occurs only on thyroid gland، لا هو بيحدث في other glands as well اللي هو زي الجاستريك جلاند زي البلاسينتا زي الماماري جلاند زي السليفري جلاند، قلنا ده وده سؤال مهم، يبقى الاجابه هو اختار الخطا يبقى دي فور دادي. سؤال خامس تي 3 ديفرز فروم تي 4 ان، انه مور فري ان بلاد، ايوه بي مور باوند تو نيوكليار ريسبتورز طبعا، وللسببين دول اي وبي بقى مور اكتيف ذان تي 4 يبقى سي برضه صح، يبقى الإجابة الصحيحة all of the above اللي هي دي. يبقى أول سؤال كانت إجابته B
for baby. ثاني سؤال C for cat. ثالث سؤال A for alpha. رابع وخامس سؤال D for daddy. كده بقى خلصنا الجزء الأصيل والأهم وهو المالتيبل تشويس. وهقعد أقولها يا أولاد إن لما يبقى الامتحان مالتيبل تشويس أهم حاجة بيعلموها للطلاب هنا في نورث أمريكا لازم أكتر حاجة مش تقرأ نظري، أكتر حاجة تحل MCQ عشان تشوف المعلومة من منظور آخر، عشان تشوف بيركز على إيه، بتيجي إزاي. فما يمكنش في امتحان MCQ إنك تستعد له بمذاكرة النظري، هذا خطأ فادح. لازم أهم حاجة تعملها إنك تحل أكبر كمية من المالتيبل تشويس. هقعد أنبه مرارا وتكرارا. طيب توقع أبتدئ الـ functions of T3 و T4. الأول كده مقدمة إن قلنا إن الـ T3 و T4 بيشتغلوا على receptors اللي هم يعني مجرد تشابه. هو طبعا الـ T3 و T4 والكاتيكولامينز بيتشاركة في إن هما الاثنين طالعين من وان أمينو أسيد اللي هو التيروزين، وبيتشاركة في إن العان اللي عنده هايبرثايروديزم بيبقى عنده increased sensitivity to catecholamines، لدرجة إن علاج الهايبرثايروديزم الأساسة إن إحنا ندي بيتا أدرينرجيك بلوكر. طيب النقطة اللي بعد كده إن بتقول ان الريسبتور بتاعت T3 و T4 ده سؤال مش مهم يعني بس تبقى عارفه، في اربع انواع من الريسبتور الفا 1 الفا 2 بيتا 1 بيتا 2 نفس التسميات نفس التقسيمات بس مش هما بتاعت الكاتيكولامينز. T4 acts on the 4، حتى حلوه ال4 يشتغل على 4 على الاربعه ريسبتور الالفا 1 والالفا 2 والبيتا 1 والبيتا 2، انما T3 acts on 3 بس، يبقى حلوة برضو. يبقى T4 بيشتغل على 4 T3 بيشتغل على 3 except alpha 2 دي اللي ما بيشتغلش عليه. ده بيجي سؤال يعني احيانا بعض الناس يجيبوه multiple choice وهو ليس ذو بال على الاطلاق، ملوش قيمة خالص. طيب الاهم بقى كسؤال شافه اللي هو الميكانيزم، ان احنا قلنا الاستيرويدز لو كنت فاكر ومعاهم الثيروكسين خلاص، دول soluble ستيرويد سوليبل في الليبيد، ليبيد سوليبل، وبالتالي بيدخلوا جوه الخليه ويشتغلوا عن طريق الثانسس اللي هو الجينوميك اكشن خلاص، وبالتالي اكشن يبقى سلو. وقلنا الفرق بين الستيرويدز والثايرويد هرمونز ان الستيرويد هرمونز الريسبتور بتاعهم في السيتوبلازم، بينما الثايرويد هرمونز ان الريسبتور بتاعهم اساسا نيوكليار ريسبتورز، نيوكليار ريسبتورز. طيب للاوائل حقيقة الأمر كالآتي، إنه الثيرويد هرمونز بيشتغلوا مينلي جينوميك ومينلي على النيوكليار ريسبتورز، لكن الأوائل لا، في كمان نون جينوميك أكشن وفي كمان إكسترا نيوكليار ريسبتورز موجودة على السيل ممبرين وعلى السيتوبلازم خاصة في الميتوكوندريا زي ما هنشوف بعد شوية. يبقى هم أساسا نيوكليار ريسبتور لكن في إكسترا نيوكليار، هم أساسا جينوميك لكن في نون جينوميك. وقلنا ان T3 و T4 يا اولاد بيزودوا synthesis of hundreds of enzymes، في بعض المصادر بيحصوها بيقولوا حوالي 250 انزيم، يعني اكتر هرمونز بتستيميليت الميتابوليزم هو T3 و T4. طيب كنا اتفقنا سلفا ان اهم حاجة في الاندوكراين في اي موضوع هو الاكشنز والكنترول، فنبتدي باهم نقطة وهي الفانكشنز او الاكشنز، الاثنين حاجه واحده لو قالها لك كسؤال نظري اوف T3 T4. وكعادتنا بحب ابتدي بدايه يعني مهمه جدا ان الواحد قبل ما يستغرق في التفصيلات يسال نفسه لماذا خلق الله الثيرويد هرمونز وبالتالي غده الثيرويد اللي هي قلت التشفى الرومان وسموها ثيرويد يعني زي الدرع. خلق الله الثيرويد جلاند لسببين، اهم سبب الميتابوليزم عشان خاطر ميتابوليزم، احنا قلنا بتعمل ثانسز لمئات الانزيمات قدروها ب 250،
يعني بتستيميليت all aspects of metabolism، كل أوجه الميتابوليزم عشان تطلع حرارة. لدرجة حتى قلتها لكم في مزاح إن رحمه الله مطرب كان اسمه حسن أسمر كان بيغني أغنية اسمها ولع ولع شعللها شعلل. كنت كل مرة أسمع الأغنية دي أقول الراجل ده بيغني للثيرويد، الثيرويد وظيفتها ولعها ولع شعللها شعلل، إنها تزود all aspects almost all aspects عشان يبقى أكثر دقة of metabolism. ده السبب الأول. طيب السبب الثاني ليه ربنا خلق الثيرويد أهو، عشان الديفلوبمنت إن يونج بأنماطه الثلاث، يعني ديفلوبمنت في اليونج بأنماطه الثلاث اللي هم إيه، فيزيكال يعني بدني ومنتال ذهني وسكشن. يبقى حتى لو أنت مش مذاكر أو حتى لو ذكرت وخلصت دراسة الطب يبقى في ذهنك هاتين المعلومتين، إن هما ربنا خلق الثيرويد جلاند لسببين، to stimulate almost all aspects of metabolism في جميع الأعمار، ومهمة للديفلوبمنت في اليانج. وحتى دللنا عليها بقصة لطيفة لما حكيتها لكم، قلت لكم إن الفراج الضفدع بيتطور عن كائن في المية اسمه أوزنيبة تدبول، وقلت إنه الأوزنيبة ده كائن مائي يتغذى على النباتات، بسبب الثيرويد بيتحول إلى كائن آخر خالص اللي هو الضفدع. يعني شوف الديفلوبمنت رهيب إزاي، حوله لكائن تاني بر مائي مش مائي، ولا يتغذى على النباتات فقط إنما كمان على الميت، بيأكل الحشرات وعنده مقدرة رهيبة في الاستياط. وقلت عملوا تجربة لطيفة حكيت لكم عليها، انه لما حطوا ابو زنيبة في مية ما فيهاش ايودين، يعني ما يقدرش يعمل ثيروكسين، او فيها انتي ثيرويد دراجز، فشل في انه يديفلوب الى فراج. فده بحكي القصة ليه، ساعات الطالب يقول لي انا بنسى الشرح لكن بفتكر القصص، ان انت في الديفلوبمنت الذي انت عليه فيزيكال ومنتال وسيكشوال ممتن لله سبحانه وتعالى عن طريق الثيرويد جلاند، بدون ثيرويد جلاند لن يحدث ديفلوبمنت. يبقى دول حاجتين ما تنساهمش مع حياتك، ميتابوليزم اند ديفلوبمنت. طيب وما عشقت مثل عشق النظام. نيجي الميتابوليزم، هنحط عنوانين على مستوى السيل وعلى مستوى الميتابوليزم العام. على مستوى الخلية قلنا هو الميتابوليزم هو عاوز يطلع حرارة كالوروجينيك. يبقى ما نفكر بهدوء، مين الأورجانيل العضي اللي جوه الخلية اللي ممكن يطلع حرارة؟ ما فيش غير الميتوكوندريا، حتى كانوا بيسموها في الهيستولوجي the power generating unit. والدليل لسه شايفين ان هو الاكسترا نيوكليار ريسبتور كانت موجودة على الميتوكوندريا اهي، مش هقول لك عليه. فهمت ليه بقى عنده اكسترا نيوكليار ريسبتور على الميتوكوندريا؟ لانه بيشتغل على الميتوكوندريا. واقول لك معلومه جميله في الهيستولوجي على الميتوكوندريا، زي ما النيوكليس فيها دي ان ايه، الميتوكوندريا فيها دي ان ايه، يسموها حتى السكند جينيتك سيستم. يعني انت عندك دي ان ايه في حتتين في الخليه، في النيوكليس وفي الميتوكوندريا. وعشان كده الميتوكوندريا كما الخليه قابله للانقسام في عمليه اسمها سيلف ريبليكيتيف. يعني ايه الفرق بين ريبليكيشن وريبرودكشن؟ ريبرودكشن تكاثر، انما ريبليكيشن استنساخ. في التكاثر ممكن الاوف سبرينج الناتج يبقى مختلف عن الاصل، انما في الاستنساخ لا، الناتج يماثل تماما الاصل. فالتي 3 والتي 4 يعني هم عارفين بيشتغلوا ازاي، عشان يطلعوا حراره عشان ولعها ولع شعللها شعلل لازم يتجهوا للميتوكوندريا ويزودوها كما وكيفا، النمبر والسايز، كواليتي اند كوانتيتي. يزودوا السايز والميتوكوندريا حجمها يكبر، ويزودوا عددها بالاستنساخ ريبليكيشن. طيب وبعدين بقى يقول لها بصي، وظيفه الميتوكوندريا دي اساسا تعمل ايه يا اولاد؟ فيها اوكسيديتيف انزيمز، تاخد الطاقه اللي في الاكل اللي بناكله وتخزنها في صوره فوسفيت بونز اللي هي بنسميها اوكسيديتيف فوسفوريليشن. طب بس تي 3 وتي 4 مش عاوز كده، ده هو عاوز حراره، ولعها ولع شعلها شعل. فقال لها بص يا ميتوكوندريا، انت اكسدي الاكل بس ما تحطهوش في صوره فوسفيت بوند الطاقه الناتجه،
فيسموها uncoupling of oxidative phosphorylation. يبقى شوف عاوزك تبقى فاهم ازاي على مستوى السيلز التي 3 والتي 4 ولعها ولع شعلها شعل ازاي تطلع كالوري ازاي كالوريجينيك اكشن. يبقى لازم اكشن على الميتوكوندريا تزودها. بحب النظام قوي كما وكيف الكوانتيتي والكواليتي. وبعدين تأمرها تقول لها ايوه انا زودتك مش عشان تختزني الانرجي بتاعت الفود في صورة حرارة، لا انا عاوزك تطلقي الحرارة دي تعملي اوكسيديشن من غير فوسفوريليشن، انكابلينج اوكسيديتيف فوسفوريليشن. واشوف الاصرار بتاع التي 3 والتي 4 ستيل في شويه طاقه موجوده في صوره اي تي بي اختزنت، هي عاوزه الطاقه دي طاقه 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 مش عاوزاها مختزنه. فايه اكتر عمليه بتحدث في الجسم بينتج عنها طاقه؟ اللي هي الصوديوم بوتاسيوم بامب. فهي ده الصوديوم بوتاسيوم بامب ده يا اولاد موجود في كل خلايا الجسم، فلو اشتغل الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز هيكسر الاي تي بي عشان خاطر يعمل عمليه الصوديوم بوتاسيوم بامب، وجزء من طاقه الاي تي بي دي هتطلع في صوره هيت. فعشان كده تاني اكشن على مستوى الخليه انه بيستيميليت الصوديوم بوتاسيوم بامب عن طريق انه بيستيميليت الصوديوم بوتاسيوم اي تي بيز. يبقى عاوز يبقى في مخك فكره. يبقى رحنا الميتوكوندريا زودناها عددا وحجما، قلنا لها اعملي اكسده من غير ما تشيل الطاقه في صوره فوسفيت بونز انكابلنج وزيت فوسفوريشن، وحتى الشويه اللي شالتهم في صوره اي تي بي كسرتهم عن طريق انها تستيميليت الصوديوم بوتاسيوم بامب. مش اي بامب، هي اختارت اكبر واكثر بامب في الجسم الذي يحدث في كل خلايا الجسم. يعني مش مصادفه انها تزود الصوديوم بوتاسيوم بامب اللي هو القاسم المشترك في كل خلايا الجسم. ده على مستوى الخلية يا أولاد. نيجي على مستوى الميتابوليزم، هنحط خمس عناوين ومع شق مثل عشق النظام. هنتكلم على كربوهيدرات، فات، بروتين، فيتامينز. وبدأ ما نقول مينرالز، ما هو في خمس حاجات بناكلهم، كربوهيدرات، فات، بروتين، فيتامينز، هنقول بدالها البيزال ميتابوليك ريت. طيب نيجي على مستوى الكربوهيدرات، احنا اتعلمنا حاجه جميله قوي، ان الانسولين على الكربوهيدرات زي الفريق ما يحب الشريك. بيعمل ايه الانسولين؟ بيقلل الجلوكوز. يبقى عشان يقلل الجلوكوز لازم يقلل الفورميشن ويزود اليوتيلايزيشن. بقيه الهرمونات كلها الريست اوف هرمونز قلنا العكس، تعمل عكس الانسولين، بتزود الجلوكوز. ازاي؟ عن طريق انها تزود الفورميشن وتنقص الـ utilization. نيجي بقى وركز معايا في حالة الثيرويد، نلاقي حاجة بقى مش متوقعينها على الإطلاق وتخرج exception عن القاعدة، إن هذا الـ T3 والـ T4 بيزود الـ formation وبيزود الـ utilization. والفورميشن ازاي بقى؟ ده الوحيد انا حتى بقولها T3 لان هو المور اكتب عن T4، هما طبعا هما اتنين بيعملوا نفس العمل بس عشان تفتكرها. T3 بيزود الجلوكوز في البلاد من مصادر ثلاث، من 3 sources، من الليفر اللي هو الجلايكوجينوليسيز والجلوكونيوجينس الاثنين، ومن بره بقى من الانتستاين الابزوربشن من الاكل اللي بناكله. طيب وبعدين يعمل ايه بقى؟ يزود كمان اليوتيلايزيشن. يعني ده الوحيد، خد بالك الانسولين كان بيزود اليوتيلايزيشن ويقلل الفورميشن، انه عاوز ينقص الجلوكوز. بقيه الهرمونات العكس، كانت بتزود الفورميشن وتنقص اليوتيلايزيشن، انما ده الوحيد اللي بيزود الفورميشن واليوتيلايزيشن. يبقى لو انت مش واخد بالك من دي وانت بتكتب هتغلط. قاعده اهو لعبد الله سنها لك تريد مارك. ليه افهم ليه هو عمل الحاجه الغريبه دي؟ لان هو الغرض مش انه يلعب في الجلوكوز، الغرض افتكر الجمله التي لن تنساها، ولعها ولع شعلها شعل، بيزود almost all aspects of metabolism، ما بيسيبش حاجه ما يزودهاش، بغرض زياده الحراره مش بغرض ان هو عاوز يلعب في الجلوكوز، هو بيزود كل الميتابوليزم. عشان كده هو الوحيد، بص باللون الاحمر اهو، اللي زود ال formation وال utilization. وتعالى اوريها لك كده، لخصت لك تلخيصه حلوه، يعني قاعدة جميلة هتعلمها مع العبد الله وتعرفها كويس قوي. ده بيمثل الاكشن اوف اول هرمونز على الجلوكوز.
ملخص، يمكن أن تنقسم الهرمونات هيال الجلوكوز إن بلاد لثلاث مجموعات. كنا الأول فهمنا أنهم اثنين، الإنسولين زي الفريك ما يحب الشريك، ده متفرد لوحده، ده غرضه ينقص الجلوكوز يبقى يقلل فورميشن ويزود اليوتيليزيشن. طب الريست اوف هرمونز عكس الانسولين زي الجلوكوز والفات زي الفريك ما يحب الشريك، الباقيين عكسه عاوزين يزودوا الجلوكوز، يبقى زودوا الفورميشن ويقللوا اليوتيليزيشن. فين بقى الاكسبشن اللي بيجي بقى؟ بص معايا تي 3 وتي 4 عملوا حاجه في منتهى الغرابه، زودوا الفورميشن واليوتيليزيشن، هم مش عاوزين يلعبوا في الجلوكوز، ما عاوزين ايه افعل الغرض، عاوزين يزودوا اول اسبيكتس اوف ميتابوليزم عشان يطلعوا حراره. ده حتى ما زودوا الفورميشن من الجلوكوز من مصادره الثلاث، الاثنين بتوع الليفر جلايكوجينوليسيس جلوكونيجينسيس والانسان ابزوربشن. وديك معلومه واديها للزملاء الاعزاء مش بس الاصغر سنا طبعا، ان لما نعمل جلوكوز تولرانس كيرف تاخدوه في البايوكيمستري، اسرع جلوكوز تولرانس كيرف في العالم هتلاقيه بتاع العيان اللي عنده هايبرثايروديزم. يعني الجلوكوز بيعلى بسرعه جدا بسبب زياده الفورميشن، ثم ينخفض بسرعه جدا بسبب زياده اليوتيليزيشن. يعني تلاقي في الجلوكوز تولرانس كيرف المفروض انه بيعلى جلوكوز وبعدين يرجع للنورمال بعد حوالي ساعتين، لا ده بيعلى بسرعه جدا لانه زود الفورميشن وينقص بسرعه جدا بسبب انه بيزود اليوتيليزيشن. يبقى ده التطبيق الاكلينيكي عليها يا اولاد، ان اسرع اتعلمها اهو من عبد الله، اسرع جلوكوز تولرانس كيرف في الدنيا هو بتاع العيان اللي عنده هايبرثايروديزم. ولا تنسى هذه التجميعه الرائعه اهي كده تقعد تتامل فيها، لخصت لك كل الهرمونات علاقتها ايه بالجلوكوز. طيب نعاود، يبقى قلنا على الجلوكوز، نيجي على الفات. ده سؤال رهيب في الام اس كيو، الفات ده تبقى عارف كويس قوي انه بينقص الكوليسترول النوع السيء اللي هو اللو دنسيتي لايبوبروتين. ده يمكن دي، شوف انا عاملها لك باللون الاصفر، واحنا عارفين اللون الاصفر ده اكتر حاجه بنشوفها، ده الحسنه الوحيده اللي هي بتحصل في العيان اللي عنده هايبر ثايروديزم. يعني كل حاجه غلط ما عدا بيستفاد حاجه واحده بس، ان النوع السيء في الكوليسترول اللي هو اللو دنسيتي بيقل. تمام، لان انتوا عارفين الكوليسترول نوعان، في اللو دنسيتي بنسميه الباد كوليسترول، والهاي دنسيتي بنسميه جود كوليسترول. اتعلموا لما تيجي حتى تكلم العيان تقول له في كوليسترول حسن كوليسترول سيء، حتى اقول له عشان العيان بيلاقي بيتلخبط وهو بيقرا التحاليل، احنا عاوزين الواطي واطي والعالي عالي، عاوزين الوحش يبقى واطي. فحلو حتى شوف في التعبير، عاوزين الواطي واطي مش هتنساها مع حياتك، اللولو، وعاوزين العالي الجود يبقى عالي. ادي احسن صوره تحليل الكوليسترول، ان انا الاقي الواطي واطي والعالي عالي. فالثايرويد بيساعدك انه بيشيل لك بيوطي لك اللو دنسي لايبوبروتين اللي هو النوع السيء. طب واحد يقول لي بس انت قلت لنا حاجه ان التي 3 والتي 4 بيزود اول اسبيكتس اوف ميتابوليزم، مفيش حاجه بينقصها. الكلام ده اكسبشن اللي انت بتقوله. قلت له تصور يا اخي مش اكسبشن. قال لي ازاي فهمني. تعال اوريك هو ازاي نقص الكوليسترول اللي هو اللو دنس لايبوبروتين. هو الكوليسترول نقص كنتيجه لزياده اللي عملها التي 3 والتي 4، هم زودوا عدد اللو دنس لايبوبروتين ريسبتور في الليفر، فخدته من الدم الريسبتور، لقطته من الدم ويزودوا الاكسكريشن ان بايل، فكنتيجه لزياده عدد اللو دنسي لايبوبروتين ريسبتورز في الليفر وزياده الاكسكريشن والكوليسترول ان بايل قل الكوليسترول. يعني كانها نتيجه ثانويه، انما هو في الاصل اهو، بص في الاصل التي 3 والتي 4 مفيش حاجه بينقصها، بيزود كل حاجه. هيك تابع معايا، هنا النقص جاء كنتيجه للزيادة في الريسبتور والزيادة في الاكسكريشن انبايل، وكانت الحسنة الوحيدة في ان الواحد يجي له هايبر ثايروديزم. وبيجيبوها سؤال مهم جدا، لان انا ما يجي لي سؤال الثيروكسين بيعمل ايه، كل الاجابات بيزود 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 بيزود، هو هيغلطك. هو واحدة ما بتزيدش اللي هي الكوليسترول، التي 3 والتي 4 بينقص الكوليسترول، فدي الميزة العين اللي بيحصل له هايبر ثايروديزم، تبقى عارفها كويس قوي قوي. طب نيجي على البروتين.
في النورمال ليفل الثيروكسين T3 و T4، طبعا الثيروكسين هو T4 انت عارف هو الاكتر، بس T3 هو المور اكتف، يعني ربنا ادى الخلية الثيرويدية بتطلع اكتر T4 لكن بتطلع كمية صغيرة من T3 بس هو الانشط. وجبناه سؤال في النورمال ليفل عند حضرتك وعند حضرتك وعند العبد الله، T3 T4 انابوليك بيبني الجسم، بس العام بقى اللي يجيله هايبر ثيروديزم بيتقلب، شوف حاجة غريبة قوي اهو، من انابوليك الى كاتابوليك. ليه؟ برضو هقولها كنتيجة للزيادة. واحد يقول لي فاهم هاني ازاي؟ هو بيزود حرق الكربوهيدرات والفات ويسبير البروتين، يحوش البروتين، يعني في النورمال ليفل بيكتفي بحرق الكربوهيدرات والفات خلاص، ويسبير يسيب البروتين. طب لو في هايبر ثيروديزم كمية التي 3 والتي 4 كتيرة، خلص الكربوهيدرات والفات حرقهم مش لاقي حاجة يحرقها، فيشيفت يروح متدور يحرق البروتين، البروتين كان بيعمل لها سبيرنج في النورمال ليفل وتبقى انابوليك اتقلب لكاتابوليك. ده انا بقولها بتعبير لا ينساه الطلاب، ان هو بيحرق العضلات. ثايروتوكسيك مايوباثي، مايوباثي يعني مرض في العضلات، مايو يعني عضله، باثولوجي يعني مرض، بسبب التسمم بالثيروكس. ثايروتوكسيك مايوباثي ماسل تبقى فيري ويك في حاله الهايبر ثايروديزم. اديك فهمت ده مش كده؟ اسمع بقى التعبير اللي مش هتنساه مع حياتك، افتح ودانك. بيحرق قلبك، اللي عندهم هايبر ثايروديزم بيحرق قلبك، مش بالتعبير المجازي المعنوي، بيحرقه بالتعبير المادي، يعني بياكل عضله القلب، بيعمل كاتابوليزم في الكاردياك ماسل، فطبعا تنتهي بمصيبه هارت فيلير. تمام؟ طب نيجي على الفيتامينز، انت تقولها بقى. هرمون زود all aspects of metabolism، كل اوجه الميتابوليزم، يبقى في النهايه احتياجك للفيتامين يحصل له ايه؟ فكر، يزيد، يبقى في increased body needs to all vitamins. هتقول لي ايه تطبيقها؟ ايه اهميتها؟ بتقولها لنا ليه؟ اقول لك. يبقى لو عيان عنده hyperthyroidism يبقى احتياجه لall vitamins حصل له ايه؟ ميتابوليزم زاد. يبقى لازم العيان ده ياخد فيتامينز اكتر من الشخص الطبيعي، والا اي فيتامين هيقصر في تناوله هيجيله فيتامين ديفيشنسي سيمتومز ليها. يبقى عارف العيان اللي عنده هايبرثايروديزم ده لازم ياخد فيتامينز بكميه اكتر من الطبيعي، ادي اهميتها. ليه بندرس الكلام ده؟ نيجي على البيزال ميتابوليك ريت، قلنا بيزود البيزال ميتابوليك ريت اللي هو الانرجي اكسبندتشر. يبقى ده الاكشن على الميتابوليزم اللي هو لخصناه على مستوى السيل، نقى انهي اورجانيل فاهم، وحتى اللي اتعمل شويه من الاي تي بي نقى انهي انزيم يكسره، اللي هو اكتر انزيم بيكسر الاي تي بي في الجسم، لان الصوديوم بوتاسيوم بامب في كل خلايا الجسم. ثم اتكلمنا على الميتابوليزم، كربوهيدرات بروتين فات فيتامينز وبيزل ميتابوليك ريت، ومش هعيد تاني عشان عاوز امشي كميه اكتر، انت عندك الفيديو اسمعه مره اخرى. طيب خد بالك بقى، سكندري للميتابوليك افكت ده، سكندري تو ذا كالوروجينيك افكت، ان هو بيولع شعله شعله بيطلع حراره، وسكندري تو انكريس سنسيتيفيتي تو كاتيكولامينز، ودي ما بيركز عليها الزملاء الاصغر سنا، فبقولها لهم اهو. الاستيميليشن اوف بودي سيستمز في العيال اللي عنده هايبرثايروديزم ليس بسبب انه سخن بس يا اولاد، مش بسبب اللي كالوروجينيك افكت، انما بسبب كمان ان بيزود حساسيته للكاتيكولامينز، الادرينالين ونور ادرينالين. مش احنا قلنا يا اولاد ان التي 3 والتي 4 هرمونز، والادرينالين ونور ادرينالين كلهم مشتقون كلهم، او كلهم مشتقين اسف، من نفس الجد وهو التيروزين امينو اسيد، فهو بيعمل استيميليشن للاول بادي سيستم. للاوائل ما يقولش بسبب ان عن سخن بس secondary to calorigenic effect، لا ويقول كمان secondary to increased sensitivity to catecholamines. طيب خد بالك بقى، سؤال مهم جدا في الام اس كيو. التي 3 والتي 4 بيزودوا الاكسجين كونسامشن اوف اولموست
all tissues. شوف التعبير. Almost all except 5. يبقى ايه رأيك؟ فين السؤال MSQ هنا؟ هيجيب لي لو عن خد قرص ليفوثيروكسين الميتابوليزم الاكشن كونسومشن في كل الجسم هيزيد ما عدا، تختار واحد من 5. مين اللي ما بيزيدش فيهم؟ البرين، الادلت برين، للاوائل مش البرين. ليه بقول ادلت برين؟ يعني بعد ما تكون البلاد برين بارير التي 3 والتي 4 ما يقدروش يعدوا البارير للمخ ويعملوا له ستيميليشن. سؤال مهم جدا. يبقى عند حضرتك لو خدت قرص ثيروكسين الاكشن كونسومشن بتاع البرين مش هيزيد. طيب السبلين والليمفويد تيشو دول حاجه واحده عشان تبقى عارف، لانه طبعا السبلين ده عباره عن ليمفويد جلاند كبيره لان ما عندوش ريسبتورز. وبعدين اليوترس والجونادز لانه برضو ما عندوش ريسبتورز. يبقى دي الخمسه اللي الاوكشن كونسامشن بتاعه مش هيزيد. حفظناهم ازاي؟ برين وبعدين سبلين مع الليمفويد تيشو في علاقه، واليوترس مع الجونادز. طب ايه رايك بقى السادسه؟ رهيبه بقى. لو خدت اورثيروكسين دول ما زادش الاوكشن كونسامشن فيهم، في نسيج واحد في جسمك، افتح ودانك. مش بس الاوكشن كونسامشن مش هيزيد، ده هيقل. عشان كده دي اكتر واحده بتيجي في الام اس كيو، اللي هي مين يا اولاد؟ الانتيرو بيتيوتري. نفهم ليه؟ انا خدت اورثيروكسين، فهمنا؟ يبقى الليفل اوف ثيروكسين قول معايا هيعلى في الدم، فبالنيجاتيف فيدباك ميكانيزم مين يقل؟ ثايرويد ستيميليتنج هرمون اللي هو بيطلع منين؟ من البيتيوتري. يبقى غده الانتيرو بيتيوتري خفضت من انتاجها، ما بقى الثيروكسين قلل التي اس اتش بالنيجاتيف فيدباك، خفضت من انتاجها، مصنع بقى ينتج اقل، يبقى استهلاكه للطاقه التي هي الاوكشن يبقى اقل. ده واحد من اهم الاسئله. يبقى الاوائل الميتابوليزم هتتكلم، احب النظام قوي على السيل، على حاجتين، احب النظام ميتوكوندريا والصوديوم بوتاسيوم اي تي بيس. الميتابوليزم 5 نقاط: كربوهيدرات، فات، بروتين، فيتامينز، ومعاهم البيزا ميتابوليك ريت. وبعدين تقول بقى سكندري الكاروجينيك افكت، وانتوا هتزودوا حاجه عن بقيه الطلبه. وزياده سنسيفيتي الكاتيكولامينز بيحصل ستيميليشن تو اول بودي سيستمز. حتى كنت قلت لكم اوعى تنسى الكاتيكولامينز، هذكرك تاني قلت لك ازاي. عارف ايه اهم علاج لعيان عنده زياده في افراز الغده الدرقيه هايبرثايروديزم؟ ان ياخد بيتا ادرينرجيك بلوكر اندرال. يعني لو جالنا طبيب عيان عنده هايبرثايروديزم ما يقول لك زياده في ثيروكسين، ايه دخل ده؟ ايه دخل ده؟ العيان عنده زياده في سنسيتيفيتي للكاتيكولامينز. ومين اهم ريسبتور؟ البيتا ريسبتور بتاعت الادرينال نوع ادرينال، يبقى تقفلها. يبقى لازم ياخد بيتا ادرينرجيك بلوكر، والا بقى بيتهرج، يبقى علاج غلط. فده الاكشن على الميتابوليزم. نيجي على الديفلوبمنت ان يانج، وحكيت لكم القصه. ابو زنيبه لن يتحول الى ضفدعه، التجربه اللي عملوها المشهوره، الا اذا في ثيروكسين. فده المثال الصغير في هذا الكائن البسيط يفهمك اهميه التي 3 والتي 4 في يور ديفلوبمنت ان يانج. لو ما عندكش تي 3 وتي 4، لو اتولدت بدون ثيرويد جلاند هيحصل لك اسوأ انواع التخلف، فيزيكال البدني، منتال العقلي، والسكشن والجنسي. يعني مهم للديفلوبمنت بانماطه الثلاث. قلنا لو خاروق تتولد بدون بيتيوتري ولا بدون ثيرويد؟ طبعا بدون بيتيوتري بقى صاير دورف. ايه يعني؟ ده بدون ثيرويد تبقى كارثه. فيزيكال ومنتال وسكشن. فيزيكال اتس مور امبورتنت فور بونز اند سوفت تيشوز. عشان كده هنشوف في الطفل اللي هيتولد بدون ثايرويد، ومش عارف الزملاء ما بيركزوش عليها ليه، بيبقى دور صغير بس السوفت تيشو كتيره شويه. يعني البلفيس كابون صغير الحوض، بس الابدومينال فيسترا ما تاثرتش قوي، فتلاقي عشان كده عنده بوت بيلي ابدومين. بطنه زي القدره. الماندبل اللي هو الفك صغير، بس اللسان والشفايف ما صغروش قوي، فعشان كده لسانه بيبقى كبير. والليبس ده بيديله صعوبه في التنفس وفي الاكل. تبقى فاهم؟ يبقى بستعجب وببتئس لكثير من الشارحين وهو بيشرح ليه هو وللي بيسمعوه في المعلومات. مفيش معلومات،
it's more important for bones. انما تقول لي هيقلل physical، لا البونز هي المهم. mentally في بقى الجملة لمليون جنيه، مهم للنمو العقلي، دي اهم كلمة بقى لازم تكملها مظبوط. في الفيتس في الجنين والفيرست تو ييرز في نيولي بورن، اول سنتين في العمر. طب ليه بعد كده لا يؤثر في المنتال؟ لان بيتكون بلاد برين بارير، وقلنا ان التي 3 وتي 4 كان نوت كروس ذا بلاد برين بارير. طب ده انا اقول لك بجمله اجمل، انت عارف هو ليه ربنا اخر البلاد برين بارير؟ يعني كان ممكن الطفل يتولد عنده البلاد برين بارير لكن ربنا اخره سنتين عشان خاطر يدي فرصه ان الثيروكسين اللي بدا المنتال ديفلوبمنت في الفيتس يكمله في اول سنتين في النيولي بورن في حديث الولاده. وبسبب هذا التاخر في ضرر، عارفه انت كويس قوي، ان لو الطفل عنده ار اتش انكومباتيبيليتي، يعني الام ار اتش بلاد جروب ار اتش نيجاتيف والبيبي بتاعها ار اتش بوزيتيف، وتكسرت كرات الدم، ممكن نواتج التكسير اللي هو البيليروبين يدخل المخ ويأثر عليه لان مفيش بارير، سميناها كيرنيكتراس يعني. فعش كده، لكن مع ذلك ربنا اخر بلاد برين بارير. وبقولها الجمله اللي قلتها دائما ابدا، ليه ربنا اخر البلاد برين بارير؟ عشان يدي فرصه لل تي 3 تي 4 يدخلوا البرين ويكملوا المنتال ديفلوبمنت. واسمع الجمله بقى، والنعمه تشمل، يعني النعمه شملت كل البيبيهات والنقمه تخص، لكن بسبب هذا التاخر في البلاد برين بارير واحد في كل 250 بيبي هيحصل له ار اتش انكومباتيبيليتي اللي هو الاريثروبلاستوس في تالس. يبقى انسى بقى. هتقولي طب مهم في ايه في المنتال؟ هقول لك مهم في ايه؟ في وحده التركيب، ذا ستراكشرال يونت اللي هو الخليه العصبيه النيرون، مهم للدندرايت والسيل بادي والاكسون، ايفن مهم لعمل المايلين شيث. لو اتولد طفل بدون تي 3 وتي 4 هنشوف بعد شويه هيطلع النوع الثالث واقل عن انواع العبط، هحكي عنها بعد ثواني، هتكلم عن الامراض. ثالث حاجه سكشوال، مهم فور سكشوال ديفلوبمنت. يبقى لماذا خلق الله التي 3 وتي 4؟ لما يجي لك سؤال واحد من اشهر الاسئله، لسببين، ميتابوليزم ولعها ولع شعللها شعلل، الثيرويد جلاند هي الهيتر، الهيتر الدفايه بتاع جسمك، وهنا هتقسمها الى سيل وفاهمه تتكلم عن ايه، على الميتوكوندريا والسوديوم بوتاسيوم اتيباس وميتابوليزم الخمس نقط، ولا تنسى على البادي سيستم اللي هو كنتيجه لزياده الميتابوليزم، ولا تنسى الاوائل وزياده السنسيتيفيتي تو كاتيكولامينز والديفلوبمنت ان يونج، ان يونج بانماطه الثلاث. لو في حاجه فوق الفول مارك هيدوها لك. سؤال تاني، ريجوليشن اوف تي 3 تي 4، ازاي بيتم تنظيم الغده دي؟ قلنا يا شباب ادي الثيرويد جلاند اللي هي الغده الدرقيه اللي قلت الرومان سموها درع، هم اللي سموها زمان. ان هسال روحي لما يقول لي اي غده يعني التحكم فيها ازاي؟ خد قواعد بيرسيها لعبد الله. لما اي غده في الاندوكراين يقول لك الكنترول بتاعها، قبل ما تجاوب تغمض عينيك وتسال سؤال لنفسك، هل الغده دي تحت تاثير الانتيرو بيوتري؟ يبقى ليها اكلاشيه معين، يبقى هتبقى كنترول دي من فوق بالبيتيوتري وبالتالي الهايبوثالامس يقرروا لها تطلع قد ايه الرئاسه، ومن تحت الفيدباك. لما قلنا اللي فوق ينظم واللي تحت يثبت، لو زاد يقلل لو قل يزيد. الثيرويد، ادرينال كورتكس، تيستكل، اوفرز، كلهم بنفس الطريقه. مذاكر مش مذاكر في اكلاشيه، في فكره في دماغي. الغده نوت اندر دي كنترول اوف انتيريور بيوتري، في فكره ثانيه علمتها لاجيال. كنترولد باي ذير اون فانكشنز، بوظيفتهم. يعني ايه؟ اديت امثله. غده الباراثيرويد وظيفتها تزود الكالسيوم، يبقى امتى المفروض يطلع الهرمون؟ لما الكالسيوم يقل في الدم. الانسولين وظيفته يقلل الجلوكوز، يبقى امتى المفروض يطلع؟ لما الجلوكوز يزيد. يبقى اول ما يجي لك كنترول تروح مغمض عليك وتسال روحك هل هي تحت ولا مش تحت تاثير الانتيريور بيوتري.
في غدتنا الثيرويد تحت تأثير الانتيبيوتري. هنا تنظم روحك فوق الرئاسة اللي هي الهايبوثالاموس والبيتيوتري. دي تنظم تقول احنا عاوزين قد ايه ثيروكسين في اليوم. ومن تحت الفيدباك يثبت. تمام؟ تدي من فوق الهايبوثالاموس. ايه علاقة الهايبوثالاموس بالثيرويد؟ انها بتطلع ريليسينج هرمون اسمه ثايروتروبين ريليسينج هرمون. سبيشالي امتى بقى؟ هو بيزود ميتابوليزم احد الاحوال في الكولد، خاصة للاوائل في الانفانت. عارف ليه الانفانت؟ عشان البادي ماس بتاعته صغيرة، اللي هي الكتلة اللي بتطلع حرارة قليلة، والسيرفيس اريا اللي بيفقد الحرارة كتير، يعني فقدان الحرارة اكتر من برودكشن، فهيبرد. واحد يقول لي فاهمها لنا بطريقة طفولية زي البطيخة الصغيرة وزنها قليل بالنسبة لقشرها، فالبيبي الصغير وزنه اللي بيطلع حرارة قليل بالنسبة لقشره الجلد اللي بيفقد الحرارة، عشان كده لازم يطلع ثيروكسين كتير. وقلت تركيب الريليسينج هرمونز كلهم تركيبهم قلنا فاكر سمول بيبتايد ما عدا اجمع ما عدا البرولاكتين انهيبيتنج، ده الوحيد اللي كان دوبامين. فهنا ده عبارة عن سمول بيبتايد، مصادفة جميلة ان هو تراي بيبتايد، يعني تلاتة امينو اسيد، تلاتة امينو اسيد. طب بيشتغل ازاي؟ احنا حاطين قواعد. ده بيبتايد، قلت البروتينز والبيبتايدز ومعاهم الكاتيكولامينز، دول بيبقوا ليبيد انسوليبل، ما يدخلوش جوه الخلية. يبقى السيل، يبقى الريسبتور بتاعهم على السيل ممبرين، يشتغلوا غالبا عن طريق الجي بروتين، عن طريق واحد من أربعة سكند ماسنجرز. في الحقيقة هم في اتنين سكند ماسنجر اللي هيجي سيرته، في الأغلب السايكليك ام بي أو داي أسايل جليسرول وإنجيتول ترايفوسفيت. إمتى بقى؟ دول بتوع الكالسيوم، لو كان الأكشن بتاعهم يحتاج كالسيوم. طب تعال نفكر، هو الثايروتروبين ريليسينج هرمون ده وظيفته إيه؟ هيعمل ريليس لمين؟ للثايرويد ستيميليتنج هرمون اهو، من الانتيبيوتيك للثايرويد ستيميليتنج هرمون بيشاور عليها بالليزر، اللي هو تركيبه ايه؟ جلايكوبروتين. بروتين بيطلع من الخليه دي هيطلع من الثايروتروبين بايه؟ ثايروتروبس اسف، بايه؟ هيطلع بالاكسيتوزيس، يبقى محتاجين كالسيوم. عشان كده هنا المود اوف اكشن بالداي اسايل جليسرول والانستول ترايفوسفيت. قواعد بيسنها العبد الله. لو الهرمون تاني تركيبه بيبتايد او بروتين ومعاهم تملي فيهم معاهم الكاتيكولامينز، يبقى ليبيد انسوليبل، يبقى الريسبتور بره، ما هو السيل ممبرين ليبيد، يبقى لازم الريسبتور بتاعه ما بيقدرش يعمل ليبيد، ليبيد انسوليبل، يبقى لازم يبقى سيل ممبرين ريسبتور. هيأثر ازاي؟ عن طريق جي بروتين، عن طريق اربعه سكند ميسنجرز. تفكر في اثنين بس، في الاغلب سايكليك ام بي وسايكليك ام بي وسايكليك ام بي، الا اذا الموضوع احتاج كالسيوم تتنقل للتاني اللي هو الداي اسايل جليسرول انستول ترايفوسفيت. يبقى راجع المحاضره بتاعه المود اوف اكشن. طب هنا الثايروتروبين ريليسينج هرمون ده هيريليس ايه؟ هيريليس الثايرويد ستيميليتنج هرمون اللي هو جلايكوبروتين من الثايروتروبس، هيطلع بروتين من الثايروتروبس، جلايكوبروتين من الثايروتروب اللي هو تي اس اتش بالاكسيتوزيس اللي عاوزه كالسيوم، يبقى لازم يشتغل عن طريق الداي اسايل جليسرول انستول ترايفوسفيت. طيب ننتقل للتاني، انتيرو بيتيوتري. يبقى نمره واحد قلنا الهايبوثالاموس، اثنين بيتيوتري بتطلع من الثايروتروبس اللي هي بيزوفيريك سيلز اهي لونها ازرق، التي اس اتش اللي هو تركيبه ايه؟ جلايكوبروتين. كنا قلنا الانتيرو بيتيوتري هرمونز في 6 امبورتانت هرمونز، اديني براجع، 3 بولي بيبتايد و3 جلايكوبروتين. الثلاثة بولي بيبتايد جروث هرمون وبرولاكتين والاي سي تي اتش، والثلاثة جلايكوبروتين الاثنين جونادوتروبينز اف اس اتش وال اتش والتي اس اتش. عمالين نراجع اللي فات، يلا يمكن ننفع. اسمه ايه يا بابا؟ اسمه ثايرويد ستيميليتنج هرمون. الجديد بقى اللي علمه لك، لان دي اول غده بندرسها تحت تاثير البيتيوتري، ان الستيميليتنج هرمون ده بيستيميليت، افتح ودنك، قاعدة من قواعد العبد الله، الاناتومي والفسيولوجي، مش بس الفسيولوجي والاناتومي زي ما هنشوف. ابتدي بالفسيولوجي. في فاست اكشن بعد 30 دقيقة يريليس الستور تي 3 تي 4. طبعا فاست اكشن يبقى لازم الهرمونات تبقى جاهزة، واحنا عارفين
ان الثيرويد جلاند بتختزن كميه هرمونات. الموضوع ما فيهوش هزار، في ديفلوبمنت، فجوه الثيرويد فوليكل بتختزن ما يكفي ويكس ايفن مانثس، وجوه الثيروسايتس خليه الثيرويد مش جوه الفوليكل بتختزن ليكفيك مينتس تو اورز. فاي اسرع حاجه تطلع الستور ده الفاس بالعقل، فاس هتعمل ايه اللي موجود نطلعه. الطالب بيفكر، طب نيجي لسلو اكشن تزود الثنسز بقى مش الستورج، تخليق الهرمونات. طب ونيجي الاناتومي، تزود السايز اناتومي والفاسكولاريتي، ولا تنسى ان الثيرويد جلاند هي اكتر غدة هايلي فاسكولار، عشان كده قلت عملياتها خطيرة جدا، عاوز اجراح معتبر عشان يقدر يربط الفيسلز. ده الاكشن تي اس اتش. تي اس اتش از انهيبيتد باي الجروث هرمون انهيبيتنج هرمون، مش قلنا انهم نون سبيسيفيك؟ فاكر لما قلنا على ريليس انهيبيتنج هرمون نون سبيسيفيك، اهو الجروث هرمون انهيبيتنج هرمون ما بيقللش بس الجروث هرمون، بينقص تي اس اتش وبالدوبامين اللي هو البرولاكتين انهيبيتنج هرمون. يعني التو انهيبيتنج هرمون والجروث هرمون انهيبيتنج هرمون والبرولاكتين اللي هو دوبامين انهيبيتنج هرمون، الاثنين ما بيقل، مش ده ينقص الجروث هرمون، ده ينقص البرولاكتين بس، وكمان بينقصوا التي اس اتش. سؤال مهم جدا في الام اس كيو، ويثبت حاجه قلناها قبل كده، راجع ان ريليسنج وانهيبيتنج هرمونز ار نون سبيسيفيك. الجروث هرمون انهيبيتنج ما يوقفش بس الجروث هرمون، البرولاكتين انهيبيتنج ما يوقفش بس البرولاكتين، هما الاثنين بيوقفوا التي اس اتش. يبقى الرئاسه قالت انا عاوز كميه ثيروكسين قد ايه. طب ثالث حاجه بقى الفيدباك من تحت يثبت، يبقى واحد يحدد، فاكر التعبير، دول بيحددوا الكميه والاخر يثبت، جمله حتى فيها سجع. يبقى الهايبوثالاموس والبيتيوتري تحدد والفيدباك يثبت، لو زاد يقل قال يزيد، لو زاد التي 3 والتي 4 بالنيجاتيف فيدباك ينهبت الهايبوثالاموس وينهبت الانتيرو بيتيوتري، ينقصوا التي ار اتش والتي اس اتش فيقل التي 3 والتي 4. طب فين السؤال المهم هنا؟ المور امبورتنت اكشن، والرسمه رائعه اهي، هو على البيتيوتري، ده مور امبورتنت. وطبعا في البيتيوتري بتثبت الهايبوثالاموس اللي هم يسموها شورت لوب فيدباك، يعني ده لونج لوب انما ده شورت لوب فيدباك. ده الاجابه النموذجيه، وهدخل على الامراض يا اولاد. يبقى ريجوليشن اوف ثايرويد فانكشنز، هتسال روحك السؤال، هل الغده تحت تاثير البيتيوتري ولا مش تحت تاثير البيتيوتري؟ لو تحت تاثير البيتيوتري وهم اربعه، ثايرويد، ادرينال كورتكس، تيستيكل واوفرز اللي هم الجونات، ليهم طريقه تتكلم من يحدد الرئاسه، بتبتدي بالهايبوثالاموس نمره واحد ثم البيتيوتري نمره اثنين، ومن يثبت من تحت الفيدباك. وفي نوعين من الفيدباك، لونج لوب وشورت لوب. هنا طبعا في الترا شورت او شورت شورت، بس ده اقل اهميه. ده الاجابه النموذجيه، نازل فكر. يبقى الهايبوثالاموس والبيتيوتري تحدد، ومن تحت يثبت، الليفل اللي حددته الفيدباك يثبته، مفهومه قوي. ولا تنسى ان كل الريليسنج هرمونز بتشتغل بالداي اسايل جليسرول انستول ترايف سفيت، وكل الاستيميليتنج هرمونز بتشتغل بالسايكل ام بي. وفهمت ليه؟ ارجع رجع الفيديو هتعرف الشرح تاني. ولا تنسى الاوائل ان الانهيبيتنج هرمونز بينهبت تي اس اتش، الجروث هرمون انهبتنج والبرولاكت انهبتنج بينهبت تي اس اتش، انه نون سبيسيفيك، فواحد يحدد والتاني يثبت. اما قلت اذا كانت الغده مش تحت تاثير انتيو بيوتري يبقى كنترول باي ذير اون فانكشنز، يبقى في فكره تغمض عينيك لما يجي لك ريجوليشن وتسال روحك هل هي تحت البيتيوتري ولا مش تحت البيتيوتري. تحت البيتيوتري يبقى واحد يحدد اللي هو الرئاسه، الهايبوثالاموس، النيرفوس سيستم بيتحكم في الاندوكراين جلاندز، ثم الانتيو بيوتري الماستر جلاند، ادي اللي بيحدد. ومين يثبت؟ فيدباك من تحت، لونج لوب وشورت لوب، ولو حبيت ابقى اكتب الترا شورت بس يعني اقلهم اهميه. طيب تقل ديس اوردرز بقى، انتوا بتحبوا الامراض يا اولاد انا عارف، انما المريض ما بيحبش الامراض، انت بتحبها في الدراسه انما هي كارثه للمريض. ديس اوردرز تاخد شكلين، الاول عاوز اقول لك حاجه، انه امراض الثيرويد جلاند
هي السكند كومنست بعد الديابيتس ميليتس. يعني امراض الغدد الصماء بحب قوي الاستاتستكس. ايه اكتر مرض في العالم متعلق بالغدد الصماء؟ طبعا السكر، ديابيتس ميليتس. طب تاني مرض سكند كومن هو امراض الثيرويد. معلومه تاني مهمه بس ما يزعلوش مني البنات، ما نعرفش ليه much more common in females than in males. الغدة الدرقية بتأثر بأمراضها في الفيميل أكتر. دي معلومتين مهمين. الهايبو فانكشن هتاخد شكلين، يا هايبو يا هايبر، اهي يا هايبو يا هايبر فانكشن. طب دي تقسيمة، ممكن نقسمها بطريقة تانية. لو العيب في الغدة المعنية يعني في الثيرويد نفسها نسميها primary hypothyroidism أو primary hyperthyroidism. إنما لو العيب بسبب إنه الخلل فوق في الرئاسة، الرئاسة بتشغلها أقل أو بتشغلها أكتر، يبقى يسموها secondary. يبقى هنقسم الهايبوفانكشن بطريقتين، يا هايبو يا هايبر، دي سهلة. وأي منهم لو الخلل في الغدة المعنية اللي هي النهاردة ثيرويد، نفس كم هتطبعه لما أوصل للأدريان كورتكس بإذن الله. لو العيب في الغدة المعنية تبقى primary، في الرئاسة اللي هي البيتيوتري أو الهايبوثالامس يبقى secondary. طيب تيجي بالهايبوثيروديزم، ليه بقول بقى ده السكند كومن؟ خد بالك العدد ده ما تقولوش لان الزملاء ما يعرفوش. عارف في كام واحد في العالم بيعاني من نقص الثيروكسين؟ 1 بليون مليار، يعني سبع العالم عندهم درجه ما من نقص الثيروكسين. مش بقول عندهم هايبوثيروديزم، معظم الحالات دي سب كلينيكال، يعني مفيش ظواهر، بس 100% الثيروكسين عنده ناقص. وهوريها لك عرفناها ازاي، هما ما يعرفوش، هقول لك بعد شويه. بقول هذا الكلام ليه؟ عشان تفهم احنا بندرس انهي امراض. امراض الثيرويد دي ما فيهاش هزار، دكتور ما يعرفش امراض الثيرويد ما يقفل عادة احسن. اراوند 1 بليون. وقلنا كما هي العادة الفيميل مور ذان ميل، اكتر فوق سن 60، اهي لو عاوز تبص عليه، مور افتر ذا 60 ييرز بأمراض الثيرويد. طيب هنتكلم عليها في ثلاث نقاط. حب النظام قبل causes manifestations الظواهر والتريتمنت، هنعالج العين ازاي. نيجي الكوزس، احنا قلنا ان في primary وفي secondary. طيب فيا اما العيب في الثيرويد تبقى الثيرويد اللي هي دي primary، يا اما فوق الثيرويد في البيتيوتري يسموها secondary او hypothalamus، ممكن كانوا يسموها secondary بس دلوقتي بيسموها تيرشري. يعني الثيرويد ما بتشتغلش البيتيوتري سكندري لان البيتيوتري ما بتشغلهاش فيبقى سكندري، او الهايبوثالاموس ما بتشغلش البيتيوتري وبالتالي البيتيوتري ما بتشغلش الهايبوثالاموس، بيسموها تيرشري. يعني بيقسموها الى ثيرويدال وسوبرا ثيرويدال. ما لا يعلموا الزملاء الاصغر سنا يسمعوني، المحاضرات دي انا مش عاملها للطلبه بس، حطيت فيها خلاصه يعني ما أنعم الله علي بها من خبرة علمية، وهي يعني أتصور أنها ليست بالقصيرة ولا القليلة، عشان يفاد منها الطلاب والأطباء والزملاء، عشان ما تشوهوش مخ الطلبة. معظم حالات الهايبوثيرويد ثيرويدال، ألف حالة إلى واحد، مش مية الواحد، يعني معظم الحالات الخلل في الثيرويد ثيرويدال، وعدد قليل سوبرا ثيرويدال. اما الاقي شارح واحد في المحاضره عمال يقول لي ثيرويدال او سوبرا ثيرويدال، والطالب يخرج بالانطباع الاثنين قد بعض، يبقى انتم بتخريب للاذهان. ثيرويدال 1000 الى السوبرا ثيرويدال، يبقى نهتم قوي بالثيرويد. يعني خلاص انت السوبرا ثيرويدال قلناها اوريدي، يا العيب في البيتيوتري ما بتطلعش تي اس اتش، يا في الهايبوثالاموس ما بتطلعش ثايروتروبين ريليسنج هرمون، وده واحد في الالف من الحالات. نيجي للثيرويدال برضو، ألاقي ناس تحب لسد، حلوة أوي، بس طبعا أنا مش بتاع لسد، أنا بتاع طب. هقولها لك بطريقة لطيفة أوي. أسباب الثيرويدال سي دي، عارف سي دي؟ يا سي دي كونجينيتال، طفل اتولد بدون ثيرويد، أو انزيم ديفكتيف في الثيرويد. طب يبقى كأن الثيرويد مش موجود، لما تديني عربية ناقص منها البطارية الباتري، طب كأني ما عايش عنديش عربية، يبقى كونجنت. ده اكستريملي رير، ثانك جاد، لانه طبعا كان هيتاثر الديفلوبمنت بالطريقه الرهيبه اللي انت شايفها. تاني حاله كرونيك ثايرويدايتس، التهاب مزمن في الثايرويد بسبب مرض اسمه هاشيموتو ديزيز.
ده الموست كومن دلوقتي. كنت اقول لك تحت بص هشاور لك بالليزر تحت دلوقتي. ده الموست كومن هاشيموتو ثايرويدايتس. خلاص ده اوتو اميون ديزيز. اوتو اميون ثايرويدايتس في انتي بوديز بيدستروي الثايرويد خليها تلتهب وبعدين تتحول لحته فايبرس تيشو فيحصل فيها هايبر. هاشيموتو ده نسبه الى مكتشفيه في 1912 في سنه 1912 حتى حاطط لك السنه هاشيموتو. ده اهم سبب النهارده. طيب زمان كان في سبب مهم جدا اللي هو كرونيك ايودين ديفيشنسي. كان ده في الباست اهو بشاور لك بالليزر هو الموست كومن اللي هو تو ليتل ايودين ان دايت، خصوصا في البلاد اللي بعيده عن البحر. احنا قلنا الايودين مرتبط بالبحر والسمك البحري والنباتات التي تنمو بجوار البحار. ليه ما بقاش ده سبب مهم؟ جاوبني انت. انا قلتها كمعلومات عامه لان النهارده في حاجه اسمها ايودينيتد تيبل سولتس، كل ملح الطعام اللي بناكله المصانع حاطه عليه ايودين. فده زمان كان ده الموست كومن اللي هو كرونيك ايودين ديفيشنسي، انما النهارده وقت ده موست كومن كوز اوف هايبوثايرويديزم كرونيك ثايرويدايتس هاشيموتو اوتو اميون ديزيز. بيرفكت. نكمل الليست. دراجز ماتيرنا، الام عندها هايبرثايرويديزم وبتاخد دواء عشان ينقص لها الثايروكسين وهي حامل. طب هي هتنقص للنورمال، لكن الانتي ثايرويد دراجز هيعدي ويشتغل على البيبي هينقصه تحت النورمال، يبقى يخليه هايبوثايرويديزم. بس خد بالك لحد ما يتولد وبعدين يرجع تاني معقول، بس نتمنى ان ما ياثرش في الفتره دي على ديفلوبمنت. اتروجينيك يعني دراج ريليتد برضه، واحد كبير بقى ست مش واحد بياخد انتي ثايرويد دراجز بس ادوله كميه اكتر من اللي مفروضه، فبدل ما بقى نورمال قلبوه الهايبو. او في دواء مهم قوي ما يعرفوش الزملاء بيعمل هايبوثايرويديزم، انتي سايكوتيك في علاج الناس اللي عندهم اضطرابات نفسيه عنيفه اسمه الليثيوم. الليثيوم من ضمن الكومبليكيشن بتاعته ده انتي سايكوتيك ضد امراض الجنون بيعمل هايبوثايرويديزم. انا بزود عليهم حاجتين. ممكن افتر ثايرويدكتومي يعني عنده كانسر في الثايرويد وشالوا له كل الثايرويد، او عملوا له الراديشن في الثايرويد يعني عالجوه بالاشعاع او شالوها كلها، يبقى اللي عنده بقى عنده هايبوثايرويديزم لازم اديله كعلاج ليفي ثايروكسين. ليفو ثايروكسين اسف ليفو ثايروكسين ده العلاج سهل قوي، اديله ليفو ثايروكسين. يبقى انا قلت لك الليسته بتاعت الزملاء الافاضل اللي بيحبوا يعني كلامهم زي ما بيقولوا منفصلين تماما عن الواقع انفصال كامل كامل، والناس تزعل ليه مش من احسن 500 جامعه. يا جماعه الناس واتشينج بندرس ايه وبنقول ايه، عارفه بنقول ايه، مش انت مفيش دلوقتي العالم قريه صغيره. واحد بس يتعب روحه زميل فاضل هيفيد عدد ضخم من الطلبة. عشان كده زي ما بقول انا المحاضرات دي يعني انعم الله عليا بالخبرة دي بديها لكم ليكوا كطلبة لأطباء لزملاء، وانا مش زعلان ابقى على الاقل يعني فعلت شيئا الحمد لله. يبقى قلنا ان معظم الحالات ثايرويدال مش سوبرا ثايرويدال اللي هي سكندري او تيرشري. في البيتيوتري تبقى سكندري او في حاجه تالته، الهايبوثالاموس ما بتشغلش بيتيوتري ما بتشغلش هايبوثالاموس يبقى تالته ايه فيسموها تيرشري. يبقى حاجه تانيه اللي هي البيتيوتري سكندري، البيتيوتري ما بتشتغلش وبالتالي الثالث ما بتشتغلش يبقى تيرشري الهايبوثالاموس. ده كلام اكاديمي عشان حشو يعني تسلي روحنا، انما الاسباب عاوز تحط لهم الليسته اللي بيحبوها سي دي كونجينيتال كرونيك ثايرويدايتس كرونيك ديفيشنسي اوف ايودين. طب ودراجز فيها ثلاثه ماتيرنال يا اما اتروجينيك يا اما قلنا حاجه ثالثه بقى ان بلاش دمية مش دراج، او يعني لو خدت ما هو يعتبر دراج برضه الراديشن والثايروكسين خدت ريديو اكتيف ايودين او عملت ثايرويدكت يعني. ده الاسباب. فين اهم سببين اهم يا اولاد عشان تقولوا الراجل ده علمنا صح. الموست كومن دلوقتي هو الهاشيموتو هاشيموتو ثايرويدايتس اللي هو اوعى تنسى اوتو اميون ثايرويدايتس. الجسم بيعمل انتي بوديز بتدمر الثايرويد اوتو اميون انتي بوديز اجينست البادي اوتو اميون ديزيز. ده الموسكوم. والراجل اهدانا هذا الكلام في سنه 1912 وسميها باسمه هاشيموتو. زمان قبل ما يحطوا الايودين على التيبل سولتس كان تو ليتل ايودين ان دايت، ده كان زمان.
والعلاج ليفيثيروكسين. طيب تقل للنقطة الثالثة المانيفستيشن ظواهر المرض. في ظواهر عامة جنرال وظواهر سبيسيفيك. واحد يقول لي فهمنا ليه؟ فهمك ليه؟ نفكر معاك. انا قلت ايه اهمية الثيرويد جلاند؟ طالب قال لي ذكرك انت قلت ميتابوليزم وديفلوبمنت ان يونج. ركزت على انها ان يونج. فانا كبير انا صغير هيتاثر عندي الميتابوليزم عشان كده دي جنرال. انما لو انا صغير طفل انفانت في حاجه زياده الديفلوبمنت كمان هيتنيل. عشان كده في سبيسيفيك في جنرال في سبيسيفيك. جنرال يعني كله كبير او صغير الميتابوليزم باص قل. انما صغير لا بقى في ديفلوبمنت كمان. تدي بال جنرال يا ولد خلاص. وخد بالك انا كاتبها بطريقه جميله بحيث لما نيجي للصفحه اللي بعدها اللوحه اللي بعدها في الهايبر تقدر انت بقى في البيت حطها في مقارنه. اوعى تنسى الجمله اللي فاكرها الطلبه ان انا علمتكم ان الثيرويد جلاند دي ولعها ولع شعللها شعلل. هنا بقولها ما اقولش بقى حصل الاصفر. It is the heater of the body. هي اللي بتدفاها بتاعت البيت. You shut off the heater. طفيت الكهرباء يبقى الكالوروجينيسيس انتاج الحراره هيقل ينزل النص ناقص 40 لناقص 50%. لو if you shut off. طيب واحد هنا في البلد دي طفى الدفايه يبقى ما يستحملش ايه؟ قولها انت. يبقى كان not tolerate cold. دي مهمة جدا. لا يتحمل برد. واحد ما بيحرقش يبقى البادي ويت بيحصل له ايه؟ بيحرقش يبقى البادي ويت يزيد عنده اوبيستي كريز بادي ويت برغم انه بياكل قليل. هو مش بيزيد لانه بياكل كتير. عشان كده لازم تكملها انكريز بادي ويت ويز ديكريز ابيتايت. ما بياكلش. والانكريز بادي ويت ليها سبب تاني ان بيحصل ريتنشن للميه في جسمه فبيبقى عنده اديمه بس تتماس بالاديمه. ده سؤال مهم جدا في الام اس كيو انها نون بيتنج يعني بتغرس. يعني اديك مثال لو انا عندي اديمه بتاعت هارت فيلير يا اولاد يعني لنفرض دي اديمه حته ورمه بسبب ان انا عندي هبوط في القلب وبعدين ادوس كده عليها واسيبها ترجع على طول تبقى في هذه الحاله اسف يا ولاد ما ترجعش تبقى بيتنج اديمه. انما في الميكسيديما لما بشيل كده بتملى على طول نون بيتنج. ليه بقى؟ هو كلمه ميكسيديما جابوها منين اللي هو بتاعه الهايبوثايروديزم؟ اديما يعني عنده اديمه ومعاها ميوكس ميوسين. فميوسين واديمه عشان كده بيسموا الهايبوثايروديزم ميكسيديما. هنجيلها بعد شويه ولان طبعا دي اسمها مش صح قوي هقول لكم الصح بتاعها. ده سؤال مهم جدا. ايه الفرق بين اديما بتاعت هارت فيلير بتاعت رينال فيلير بتاعت ليفر فيلير؟ انها بيتنج. لما تدوس وتشيل ايدك تقعد تملى ببطء شديد. اعتبر ان انا شلت ايدي كده لكن انا ما شلتش طبعا لان لو شلت هتملى على طول لانها نورمال تيشو. الاديما بتاعت الميكسيديما نون بيتنج بتملى على طول بتغرس. الاديما العاديه بتغرس ليه؟ لان معاها ميوسين. واحد يقول لي مش فاهم يعني ايه معاها ميوسين. اقرفك شويه. الميوسين يعني مخاط. ما خدش بالك ان المخاط ده الاستيك ساعات بيمط كده زي الالاستيك زي الاستيك. عشان كده وجود اديمه معاها ميوسين بيخليها الاستيك تملى على طول. يبقى هي ليه نون بيتنج؟ لانها مش اديمه بس اديمه معاها ميوسين. في ريتنشن تحت الجلد الميه والميوسين. البروتين بيتخزن في صوره ميوسين. ده القصه يا اولاد. فده سؤال مهم جدا. طيب مفيش حرق يبقى الان عنده فاتيج رهيب نمره 3 في ديكريس كالوروجينس وبعدين نمره 4 ديكريس دي اكتيفيتي اوف بودي سيستمز. قولها لي ليه بقى لما بيحصل ديكريس دي اكتيفيتي اوف بودي سيستمز؟ انا اتصور للاوائل لسببين قلناهم قبل كده. بسبب سكندري تو ديكريس ميتابوليزم اللي هو مفيش كالوروجينسز وسكندري تو ديكريس سنسيتيفيتي تو كاتيكولامينز. الحساسية للكاتيكولامينز قلت. وعليه تعالى نقول 4 سيستم يبقى حاجة لطيفة حتى. يبقى رابع واحدة فيها 4 اهي عشان ما تنساش. تخيل الجسم مش سخن والادرينالين والنورة دي مش شغالين كويس يبقى يقل الهارت ريت والكاردياك اوت في الهارت.
طيب نيجي هنا في السنترال نيرفس سيستم، دول اهم تو سيستم، الكارديوفاسكولار والسنترال نيرفس، حتى بناخدهم ده اهم واحد في سنه اولى وده اهم واحد في ثانيه. ان لما تعمل له تندون جيرك تلاقي الريفلكس دي مهمه جدا، ديليد ريلاكسيشن، ديليد ريلاكسيشن اوف تندون جيرك، او يقولوها لك ايه بقى، انكريز تايم اوف تندون جيرك، بياخد وقت طويل بطيء. وبعدين انا بقول العيان اللي عنده هايبوثايروديزم او بنسميها اندر اكتيف ثايرويد، ده الاسم اللي بنستخدمه هنا، اندر اكتيف يعني مش شغاله، اندر اكتيف ثايرويد، بيبقى زي طالب كليه الطب. بماذا يتميز طالب كليه الطب؟ انه عنده بور ميموري، ضعف في الذاكره، وبعدين عنده لاك اوف كونسنتريشن، مش مركز، وبعدين عنده هايبرسوميا، ينام كتير، يحب ينام، او طالب كليه الطب وديبرست من يوم ما دخل الطب. فبقول ان العيان اللي عنده ميكسديما زي العيان زي طالب كليه الطب، عشان تفتكر انه بيبقى عنده، تساله يقول لك اديني فرصه اركز، لاك اوف كونسنتريشن، وبعد شويه يقول لك مش فاكر، لوس اوف ميموري، ليه يا ابني كده، بنام كتير، هايبرسوميا، انا مكتئب من يوم ما دخلت الطب، ديبريشن. فبقول عشان ما تنساهاش كده في مزاح، ان السنترال نيرفس سيستم بتاع الهايبوثايروديزم الاندر اكتيف ثايروكسين كانه طالب كليه الطب، كانه طالب كليه الطب عندها نقص في الثايروكسين، يمكن لو خدوا ثايروكسين تحسن شويه. نيجي على الجاسترو انستاينال تراكت، عن سائع، فالموفمنتس تبقى قليله، يبقى يجيله كونستيبيشن، امساك، وسوء هضم، ديسبيبسيا، ديسبيبسيا يعني سوء هضم وكونستيبيشن. نيجي على الريسبيراتوري سيستم، العام ما بيحرقش، يبقى مش عاوز اوكسجين كتير، يبقى عنده ديكريزد بريدنج، براديبنيا يعني بطء في النفس، براديبنيا عنده برادي كارديا بطء في القلب، وبراديبنيا بطء في النفس. طيب نيجي نمره 2 على السكين، سكين بتاع العيان، تخيل عنده ما بيسمش سخن، مفيش حراره، يبقى ما بيعرقش، يبقى الجلد مش ناعم كده، مش سوفت كورس، خشن، وفيه دراي كاف، ما فيش عرق، ما فيش سخونه، ولوس of hair، ويفقد الشعر، loss of hair، خلاص الشعر بيبقى قليل جدا في الحكاية دي، وcold، ساعة، ما هو مفيش سخونة، cold و decreased hair. طبعا في بعض المرات بيبقى السكين لونه أصفر، ودي صعبة، لا أعتقد الزملاء هيتابعوها قوي، ليه السكين أصفر؟ تفرق، لو انا اتولدت بدون ثايرويد صغير قوي بيبقى الليفر فانكشن مش متظبطه، فالليفر ما بيعرفش يتخلص من البيروبين اللي هو ناتج تكسير الار بي سيز، فبيبقى جوندس فعلا في الصغيرين، بيبقى ممكن يبقى اصفر، ده جوندس. في الكبار لا، الكبار سبب تاني خالص، ان تحول الكاروتين الى فيتامين اي، عارف الفيتامين اي ده اللي بيقول لك، وزمان قالوا الجزر بيقوي النظر، فيتامين اي بتاع النظر جاي من ماده اسمها كاروتين موجوده في الكاروتس في الجزر، تحول هذا الكاروتين لفيتامين ايه بيحتاج الى T3T4، يبقى لو انا مفيش T3T4 هيبقى عندي مشكلتين، فيتامين ايه مش هيكون، يبقى عندي نايت بلايندز، بس دي ما حدش بيركز فيها قوي، 100% العيانين عندهم نايت بلايندز. نمرة 2 الكاروتين هيزيد في الدم، كاروتونيميا، والكاروتين من الكاروت الجزر لونه اصفر، فيبقى عندك لون اصفر مش جوندس، بس دي صعب عليهم يا اولاد، اللي لون العيان اصفر قد يكون اصفر مش لازم. في الصغيرين ريال جوندس، اتس هايبر بيليروبينيميا، زياده في البيليروبين ديو تو ديفكت في الميتابوليزم في الليفر، ده في الصغير. طب في الكبار عشان الكاروتين افتكر ما تحولش الى فيتامين ايه، فبقى في كاروتينيميا، حتى اقولها في مزاح، جزر في الدم، فتدي لون اصفر، ده السكين. طب نيجي اللابوراتوري او اللابوراتوري انفستيجيشنز، هي اهم حاجه بقى بتيجي في الام اس كيو، عاملها باللون الاصفر، كوليسترول عالي جدا، ان احنا قلنا الميزه ان الثيروكسين كان حاجه واحده بس بيقللها اللي هي الكوليسترول، فيبقى عنده زياده في الكوليسترول، وقولها بجمله لا تنسى هتسمعها لما تيجي في الام اس كيو، ان هايبوثايروديزم ذير از هايبر كوليسترينيميا،
والعكس بالعكس لما نجيلها في الصفحه اللي بعدها في اللوحه اللي بعدها ان هايبر ثايروديزم ذير از هايبو كوليسترينيميا، يعني الكوليسترول ماشي بالعكس. طيب نيجي بقى الهايبو ثايروديزم، في عندنا البرايمري بنسميها هنا اوفرت او سكندري نسميها سنترال عشان البوظان بيبقى في البيتيوتري او الهيبوثالامس، ما عليكوش الكلام ده اعمل لك عليه غلط، هنا بندرس الكلام ده لازم. وفي حاجه هنا مهمه جدا اللي هي السب كلينيكال، ما عليكوش خالص دي ولا يسمعوا عنها، دي اللي بتقول لنا ليه في بليون واحد عندهم هايبوثايروديزم. انسى دلوقتي السب كلينيكال دي. ان احنا عندنا سؤال مهم جدا في جامعاتنا العربيه، ازاي تميز البرايمري من السكندري؟ تعال نفكر، نرجع للرسم. لو البوظان في الثايرويد هنا يعني برايمري، فكملها انت بقى دي مركز عليها، يبقى التي 3 تي 4 هيبقوا قليلين، يبقى بالنيجاتيف فيدباك التي اس اتش هيحصل لها ايه؟ هتزيد. لكن لو العيب اساسا فوق هنا تيرشري او سكندري، يبقى البيتيوتري ما بتطلعش تي اس اتش وعليه الثايرويد ما بتطلعش تي 3 تي 4. يبقى الفرق اهو الاجابه في الحالتين دول برايمري والسكندري اللي علينا التي 3 تي 4 قليل، عشان كده العيان عنده هايبوثايرويديزم. لو البوظان في الثايرويد برايمري البيتيوتري زي الفل، هتحاول تنشط الثايرويد الخيبانه دي بانها تزود التي اس اتش. لكن لو العيب اساسا في البيتيوتري ما بتطلعش تي اس اتش، يبقى التي اس اتش قليل وعليه التي 3 والتي 4 يبقى قليل. يبقى الفرق في الاجابه بالتي اس اتش. احنا قلنا معظم الحالات ايه يا اولاد؟ ثايرويد، يعني الثايرويد بايظه، يبقى التي اس اتش هيحصل له ايه؟ هيزيد. بعلوم لك بالاصفر اقول لك ازاي بنشخص الهايبوثايروديزم هنا. اهم حاجه نقيس التي اس اتش، لو لقينا التي اس اتش عالي يبقى الثايرويد مش شغاله، اللي هي معظم الحالات 1000 حاله في ال1000 واحد سببها الثايرويد. تي اس اتش عالي يبقى عنده هايبوثايروديزم. طيب لو لقيناه عالي نقيس التي 3 والتي 4 ناقص، يبقى ده كلينيكال هايبوثايروديزم. لقينا التي 3 والتي 4 نورمال يبقى 100% الثايرويد مش شغاله كويس، بدليل ان التي اس اتش اضطر يزيد عشان يشغلها بالكم الموجود، يبقى دي سب كلينيكال كيس، ممكن تقلب كلينيكال. يبقى ايه الفرق بين الكلينيكال والسب كلينيكال؟ الاثنين عندهم التي اس اتش زايد، يبقى في حاجه غلط في الثايرويد، الثايرويد سيبيتك هرمون بيحاول يشغلها. لو نجح في انه يطلع تي 3 وتي 4 بكميه نورمال يبقى خلاص ده مش كلينيكال كيس، ده سب كلينيكال اللي هو ما بنقول البليون اللي موجودين في العالم. لكن لو برغم زيادته ما زال التي 3 والتي 4 قليله، يبقى ده كلينيكال برايمري هايبوثايروديزم. اما السؤال بقى اللي عندنا بقى اللي هو ازاي تفرق ال 1% اللي هي الخلل في البيتيوتري والثايرويد، ان اوريدي التي اس اتش هيبقى ناقص. ده الكلام اللي بنقوله هنا. نكمل بقى السبيسيفيك يا ولاد. سبيسيفيك قلنا هتاخد شكلين، تفرق حضرتك وبعدين هجمعها لكم في الاخر ما تقلقش. حضرتك يعني اتولدت بدون ثايرويد، يبقى او حصلت لك وانت لسه طفل في اول سنه او سنتين، يديك مرض اسمه كريتينيزم. يبقى لو حصلت في الانفنت لاول سنتين يبقى المرض اسمه كريتينيزم. لكن لو حصلت في واحد كبير زي حالتنا يسموها اندر اكتف ثايرويد، يعني ثايرويد مش نشط، اندر اكتف. في السيفير كيسز بقى، ده اللي ما يعرفوش الزملاء، في السيفير كيسز يسموها ميكسيديما. يعني ميكسيديما دي ما نطلقهاش على الاندر اكتف ثايرويد الا اذا كانت سيفير كيسز، بس انا عارف ان عندنا بيقول لك الهايبوثايروديزم اسمها ميكسيديما، لا السيفير كيسز وبهايبوثايروديزم هي الميكسيديما. ليه بقى؟ لان الميكسيديما دي رير انها تبقى سيفير كيسز ولايف ثريتنينج، ممكن تسبب الوفاه، بتعمل حاجه اسمها ميكسيديما كوما، غيبوبه. ده الاجابه الصح. يبقى المرض حسب انت حصل عندك وانت صغير يبقى مفيش ديفلوبمنت، بالاضافه لنقص الميتابوليزم، يعني بالاضافه لنقص الميتابوليزم الديفلوبمنت اتاثر، نسميه كريتينيزم. انما لو انت كبير هنسميه اندر اكتف ثايرويد. طب في السيفير كيس اللي هيسموه ميكسيديما، انت قولها لهم عندنا ميكسيديما ما تلخبطهمش.
هما ما بنفرقهاش اندر اكتف وميكسيديما، بس هنا زي ما قلناش الكلام ده يطردونا بره فورا، لان ميكسيديما ده اتسريرا اند مي بي فيتال ليثال بسبب الميكسيديما كوما. اولا علمتكم ليه سموه كريتينيزم، هقولها بعد شويه. قلت النمو هيتخلى في الفيزيكال والمنتال والسكشن. كان عندنا استاذ رحمه الله اسمه دكتور محمد طلعت، كان يقول لنا جمله حلوه قوي وكان بيفهمنا اهميه تي 3 وتي 4 للديفلوبمنت. فبيقول لو بيبي اتولد بدون تي 3 وتي 4 هيبقى في ديلي ان اول ذا مايل ستونز اوف نورمال جروث، ترجم الى عربياتنا ديلي يعني تاخر، اول ذا مايل ستونز يعني كل شواخص، اول مايل ستونز كل شواخص النمو. وكان يقعد يدلل لنا بقى يقول لنا بص كل شخص نمو متاخره، الاربشن اوف تيث بزوغ الاسنان المفروض يحصل في 6 شهور بيتاخر، الكلوجر اوف ذا الفونتانيل اللي قدام المفروض يقفل الممبرين في راسك من قدام وانت بيبي في سنه ونص ما يقفلش، الابيفيزس الكارتج يحصل له كالسيفيكيشن كل حته ليها عمره، مع كل ده يتاخر، المشي يتاخر، الاعاد يتاخر، السيتنج الووكينج، كل المايلستونز اوف نورمال جروث ار ديليت. يبقى فيزيكالي كل حاجه متاخره، كل حاجه متاخره، اول مايلستونز اول مايلستونز كل الشواخص ديليت. والاوائل مين مين بيتاثر اكتر؟ البون اكتر من السوفت تيشو، اهي بونز مور افكتد. ده مش كده وبس، يعني السوفت تيشو لم تتاثر وفي إديمة، قلنا في إديمة في مية تحت الجلد ومعها ميوسين، وعشان كده جابوا منين كلمة ميكسيديمة، إنها ميوسين مع مية ميكسيديمة اللي هي السيفير كيس الهايبرثايروديزم. تخيل بقى إن في مية مع ميوسين في الجفون، يبقى أنا باخدها بقى من فوق لتحت بطريقة جميلة قوي سبيشال كاركتر. يبقى الآي عنده سوولن آي ليد، الجفون ورمة ويز نارو بالبيبرال فيشر، وفتحة العين ضيقه، وتخيل الجفن ورم يبقى فتحة العين هتضيق. ننزل تحتها على النوز، اهي كاتبهم لك تحت بعض زي تشرح النوز، هيبقى عنده depressed nose with wide nostrils. دوس كده على اصبعك على مناخيرك هتبقى depressed، هتنزل وهتلاقي على طول فتحة الانف وسعت. ننزل على الماوث يبقى eye nose mouth، حاجة لا تنسى، النظام حلو يا ولاد، واقول لكم في الاخر هنرتبها مع بعض. قلنا المندبل بيتاثر اكتر من التانج والليبس، فهيبقى عنده المندبل صغير والتانج واللبس كبار، يبقى انلارجد بروترودد يعني بارز، تانج كبير وبارز بين تو ثيك ليبس وثيك ليبس. ده دي اهم نقطه، هتقول لي ليه بقى؟ هذا الطفل هيبقى عنده ديفيكالتي ان بريذنج اند سوالوينج، صعوبه في التنفس وفي البلع، وهي دي اللحظة اللي يجب أن نتنبه فيها، لأن الطفل عنده هايبوثايروديزم، أن الطفل ده اتولد الرضاعة صعبة والنفس صعب، فنوديه للدكتور. أتمنى الدكتور ما يبقاش بقى يعني وان تراك مايندد، يفكر في لحمية ويشله اللحمية. صحيح في رير بوسيبيليتي، ما بقولش إنها كتيرة، رير إن يبقى عنده كريتينيزم، ودي فرصة إنقاذه انك انت الحق اديله ثيروكسين قبل ما يتكون البلاد برين بارير. فعش كده في مفهومي ان ده كله حاجات اكاديميه، الاي والنوزل والكلام ده، الا الماوث بيبقى فيه ديفيكالتي ان سوالوينج اند بريدنج. يبقى تتنبه الام، نروح للدكتور يفكر يبقى فيه نقص في التي 3 تي 4 يديهم له هيبقى زي الفل. اقول لك حاجه احلى، عارف هنا بيعملوا ايه بقى؟ مع ان دي رير بوسيبيليتي، كل طفل يولد هنا في كندا ومفروض في اي حته في بلادنا العربيه، اول حاجه ده لسه مولود يقيسوا له تي 3 تي 4، شوفوا عنده كميه الثيروكسين طبيعيه ولا لا، لو مش طبيعيه يبتدوا يدوا له ليفو ثيروكسين فورا، لان دي لسه قبل ما يتكون البلاد برين بارير يعدي تي 3 تي 4 يعمل له منتال ديفلوبمنت، والا الطفل ده هيبقى قبل قل عن انواع الهبل درسته في لايف. تاني، كل طفل في العالم المتمدن يولد بيقيسوا له تي 3 تي 4،
لان قلنا التي 3 والتي 4 مهمه جدا للديفلوبمنت اوف هيومن بينجز. منتال اي حد قريبك يتولد بقول له اعملوا له تي 3 والتي 4 نديله فرصه. ما غير ما بقولش انها كومون بس الله ليه يعيش بقيه عمره النوع الثالث في الهبل. نكمل الليسته الاكاديميه. يبقى اهم حاجه الماوس. افرض ما كانوش قاسوها بقى وام ذكيه، الطفل مش عارف يرضع، الطفل بيشحر في النفس مش عارف يتنفس، نجري المفروض الطبيب بقى يبقى ذكي. غالبا هتبقى ادينوما لحميه لكن ممكن تبقى كريتينيزم يا اخي ينقذه. سوبرا كلافيكولار، يبقى ننزل عنده سوبرا كلافيكولار تريانجولار باد اوف فات، يعني حته دهن شكلها زي المثلث فوق منطقه الكلافيكل. سوبرا كلافيكولار باد اوف فات. ننزل على الابدومين، فاكر قلت لك البلفس بون صغير والفيسرا ما تاثرتش، اللي بتاثر بونز اكتر. يبقى عنده بوت بيلي ابدومين، بطنه زي الادره كده، بوت يعني ادره، بيلي ابدومين، وممكن يبقى عنده امبلايكال هيرنيا. خلاص ده اللي هو الفيزيكال مانيفيستيشن، انه دورف قصير. بس اهم من كونه دورف، البونز ار مور افكتد ذان سوفت تيشو. وقلت ايه قبلها بقى قبل دورف؟ في ديلي ان اول ذا مايلستونز اوف نورمال جروث، تاخر في كل شواخص النمو. ودورف وعنده البون تاثر اكتر من السوفت تيشو، وتروح راسس من فوق لتحت. خدها كده شاور معايا على اللي بقوله، اي شاور على عينك، انزل نوز، انزل ماوث، انزل فوق كتفك، سوبرا كلافيكولار باد اوف فات، حط ايدك على بطنك، سوبرا كلافيكولار باد اوف فات. انت النظام، احب النظام وما عشقت مثل عشق النظام. نيجي بقى منتلي، يا نهار اسود. الطفل ايديوت، يعني ايه ايديوت؟ يعني قبله، يعني ايه قبله؟ يعني عمره العقلي less than 2 years. قال عن انواع التخلف العقلي، المنتال ايج less than 2 years. ايديوت. عرفتوا ازاي ان عمره العقلي تحت سنتين؟ انسى سنه بقى، سنه 10 سنه 20، بيتصرف كانه تحت سنتين. الطفل تحت سنتين كان not take care of himself، ما قدرش يلبس نفسه. خلاص incontinent، يعني ما يتحكمش في البول براس، تحت سنتين ما بيتحكمش. defective speech، ما يعرفش يتكلم لانه عمره عقلي تحت سنتين، فهو idiot. ده سر التسميه للكريتينيزم. حكيت لكم القصه. ايزم يعني مرض. قلت في اليونان بلاد الفلاسفه اللي هو سقراط وافلاطون، بلاد كلها فلاسفه. خلاص خدوا قرار ان دي بلاد بتاعه فلاسفه، ما يقعدش فيها هبل، ما يصحش ان الهبل يجاوروا الفلاسفه. فتم عزل كل الهبل اللي في اليونان لجزيره مجاوره اسمها جزيره كريت. جزيرة كريت جنب اليونان، فبقت كريت معقل الهبل في العالم. فأي واحد أبله في العالم يقول لك ده أبله زي بتوع جزيرة كريت، ومن هنا جت كلمة كريتينيزم after the name of Crete Island اللي فيها كل الهبل كانوا بيعزلوه. سترايل دي من رحمة ربنا، انه he is impotent and sterile، هما السكشوال جروث. impotent يعني غير قادر على اتيان العمل الجنسي، sterile يعني عقيم، دي ملهاش دعوه بدي، ممكن يبقى قادر وما بيخلفش sterile بس، ممكن يبقى قادر بس يعني بيخلف بس غير قادر، مفيش اريكشن، بس لو خدنا منه سيمن ممكن نعمل تلقيح صناعي بيخلف. ده بقى الاثنين مع بعض impotent sterile، ودي انا بعتبرها حاجتين بقول احد رحمه ربنا. اولا ان هو impotent to strive، ما هو مش معقول هذا النوع من التخلف هيتوارث. فحلو قوي ان هو مع كونه قبله وقال عن انواع الفيزيكال يعني ريتارديشن، ان يبقى impotent to strive، دي رحمه. الثانيه بقى يعني قطرها بطريقه معينه، ان قلت لك التانج بتاعه بيبقى كبير فبيبقى عنده صعوبه في التنفس وفي البلع، فساعات الطفل بيموت مختنق بلسانه. وفي هذه الحالة مع الاعتذار قد ارتاح واراح، يعني ريح، لانه طفل ما فيش مخ خالص خالص، يعني
استراحه واراحه بالظبط كده. ويمكن ده ليه ربنا خلى ان بيحصل لهم اسفكسيا بسبب اللسان الكبير اللي قلت لك اهم حاجه. لكن لو انت لقطعت سرعه الام بذكائها وادينا له ثيروكسين كل شيء هيبقى زي الفل قبل ساعتين. طيب واحد يقول لي طيب يعني افرض ان احنا اكتشفنا الطفل بعد ساعتين ندي له ثيروكسين ولا لا؟ ده سؤال وجيه. بعد سن ساعتين مفيش بلاد برين بارير ثيروكسين مش هيعدي، يبقى مش هيحصل اي تحسن في النمو العقلي. لا ما تديلوش ثيروكسين. ليه؟ لان النمو العقلي مش هيتحسن. بس بدل ما الولد بارد وهادي هيسخن، هيبقى قبله وسخن. يبقى you change an easily handed cretin، هتحول cretin سهل التعامل معاه easily handed into aggressive cretin، لأجريتن اللي cretin عنيف. عشان كده اقول لك القاعده the best treatment after 2 years is not treatment. وعشان كده قلت لك في كل العالم متقدم النهارده يوم ما يتولد البيبي بيقيسوله بيشوفوا الثيرويد بتاعت شغاله كويس ولا لا، بيقيسوا التي 3 والتي 4 والتي اس اتش اهم. لان قلنا في التي اس اتش زايد يبقى معناها التي 3 والتي 4 مش مظبوطين حتى في السب كلينيكال كيس. اهم حاجه قياس التي اس اتش، لان معظم الحالات ثيرويد قلت سوبر ثيرويد الواحد في الالف بس. طيب نيجي لل طب افرض حصل بقى نقص الثيروكسين في واحد كبير، يعني ممكن يجي لي سؤال كريتينيزم، ممكن يجي لي سؤال ميكسيديما. برضو في سبيشال كاركترز قلنا في الفيميل اللي يسموه اندر اكتيف ثيرويد، اللي هي في سيفير كيسز بنسميها ميكسيديما. وفهمت ليه سموها ميكسيديما؟ بيبقى في ميه تحت الجلد اديما معاها ميوسين، فبتخلي الاديما نامبيتينج، يبقى ميوسين مع اديما عشان كده بيسموها ميكسيديما. هنا بقى قلت هيبقى زي طالب كليه الطب اباثي. اباثي يعني بلاها بقى، يعني مش هنقدر نقول عبط، بلاها ده الاباثي. وديكريز رياكشن تايم، لما تعمل له التندون جيرك يبقى عنده ديليد ريلاكسيشن. دي حاجات سبيسيفيك بالاضافه لكل حاجات الجنرال. سيكشوالي في الفيميل المرض اكتر قلنا هيبقى عندها الريجولار هيفي منستريشن، يعني في لخبطه في الحيض غير منتظم وهيفي. في الفويس بسبب ان في ميكسيديما على الفوكال كوردز بيبقى صوت مبحوح هاسكي او هورسنس اوف فويس زي صوت الحصان. ده بيقول لك ان المرض الوحيد اللي ممكن تشخصه لما تسمع صوت العيان اوفر ذا فون هو الاندر اكتيف ثايرويد اللي هو الميكسيديما. ذا اونلي ديزيز ذات كان بي دايجنوزد اوفر ذا فون من الهورسنس اوف فويس والصوت المبحوح بتاعه. وبعدين ما نعرفش ليه في لوس في الاوتر ثيرد اوف اي براو، الثلث الخارجي من الجفن بيقع، بس الثلث الخارجي زائد طبعا كل الشعر قليل. وعلى فكره بس مش عاوز تلخبطوا الزملاء الافاضل، دي موجوده كمان في الهايبر ثيرويديزم مش بس في الهايبر، ما نعرفش ليه اي خلل في الثيرويد بيوقع الثلث الخارجي من الحاجه. ثاني يا اولاد مش هيجي لك سؤال هايبر ثيرويديزم هايبوثيرويديزم، هيجي لك يا اما ان ادلت يا اما ان انفانت. في الادلت او في الانفانت هتكتب الجنرال سيمبتومز، دي قاسم مشترك لكليهما. وبعدين تحط الحاجات السبيسيفيك للانفانت او الحاجات السبيسيفيك للادلت. نبتدي تاني بقى الجنرال سيمبتومز، هنتكلم في النقاط الاتيه تاني بقى هنجمعها بسرعه. احنا قلنا ان الثيرويد هي دي الهيتر، طفيت الثيرويد جلاند، طفيت الهيتر، يبقى decreased calorigenesis دي اهم واحدة، توليد الطاقة قل ايه للنص 40-50%. فده هينتج عنه اربع حاجات، نمر اربعة تنقسم لاربعة، احب النظام قوي، اربعة نمر اربعة هتنقسم اربعة. انت فكر طفيت الدفاية ايه اول حاجة تحصل لك في البيت؟ ابرد، ده بيشن كان نطل ريت كولد، ما بحرقش، يبقى وزني هيزيد، البادي ويت هيزيد برغم ان انا ما باكلش، الابيتايت قليله، لان هو بسبب مش ان انا باكل قليل، مش بان انا باكل كتير، بسبب ان انا ما بحرقش. زائد في حاجه تاني بتخلي البادي ويت يزيد، ان في اديما معاها ميوسين اللي هي سميناها نامبيتنج اديما. طب نمره ثلاثه، ما فيش حرق، يبقى العضلات هتشتغل ازاي؟ ما فيش طاقه، يبقى فتيج. نمره اربعه سكندري لنقص الكالوجينيك افكت هيتاثر البادي سيستم اللي هم اربعه، يبقى اربعه اخر واحده هتنقسم اربعه، هتبتدي الكاردو فاسكولار والسي ان اس اللي هم اهم اثنين،
كاردوفاسكولار تلاقي العيان عنده براديكارديا وبالتالي ديكريست كارديك اوتبوت. السي ان اس قلنا العيان المنتال بقى بتاعه مش بتظبط قوي، يبقى زي طالب كليه الطب لا عارف يركز ولا يتذكر، بينام كتير، هايبرسومنيا، وبعدين في نفس الوقت قلنا تعمل له ريفلكسس تلاقي عنده الرياكشن تايم بتاعه انكريزد رياكشن تايم، يعني بيعمل مش ديكريزد، اسف عاوزين نصلح، انكريزد يعني بياخد وقت طويل، انكريزد رياكشن تايم يعني الرياكشن تايم بياخد وقت طويل بسبب انه ديليد ريلاكسيشن، اهي انكريزد رياكشن تايم. وبعدين تاخد الجي اي تي مع الريسبريشن اللي هم اقل شويه من السخن، يبقى الجي اي تي ما بيتحركش كويس، يبقى عنده صعوبه في الهب، ديسبيبسيا، والاهم كونستبيشن. كونستبيشن دي بتيجي كتير قوي. وبعدين زي ما القلب بطيء النفس بيبقى بطيء، براديبنيا. يبقى دول اللي هي نمره واحد نقص الكالوروجينيسيس ادى لاربعه، ونمره اربعه فيها اربعه اللي هي البادي سيستم. طب نمره اثنين مهمه جدا، السكين لازم تعقب عليه. السكين بيبقى كورس خشن ودراي ناشف، ما هو ما بيعرقش، وبالتالي خشن وناشف ولوس اوف هير وسائع. وقلنا للاوائل قوي قوي، ولان دي ما حدش واخد باله منها، العيان ممكن يبقى له لسببين، في الصغير بسبب انها جوندس فعلا، في الكبار الكاروتين ما بيتحولش لفيتامين ايه فعنده كاروتينيميا اللي هي لونها اصفر، بس ده مش جوندس، الكاروتينيميا حاجه ديفرنت من الجوندس. وقلنا حتى نقص فيتامين ايه هيخلي عنده نايت بلايندنس لو عاوز تزودها. يعني اللابوراتوري تعقب على حاجتين، الثايرويد والكوليسترول. الكوليسترول باهميه الثايرويد، لان ده ممكن يكون سبب الوفاه، هايبر كوليسترينيميا، الكوليسترول بيزيد عنده جدا. وبعدين الهايبو قلت في برايمري وفي سكندري بالنسبه لك انت، الاثنين ناقص عندهم التي 3 والتي 4 اهو، امال تفرقهم ازاي بقى بالتي اس اتش؟ لو الثايرويد بايظه البيتيوتري هتزود التي اس اتش، لكن لو باظان اساسا في البيتيوتري يبقى التي اس اتش هيبقى ناقص. طب حاجه هنا بنقولها لهم، ليه بنقول ان في كتير قوي سب كلينيكال كيسز ان التي 3 والتي 4 نورمال؟ طب عرفنا ازاي ان الثايرويد كانت مكسله وانها عاوزه تنشيط اكتر؟ البيتيوتري بتبعت لها تي اس اتش كتير عشان تخليها في المستوى النورمال، وده لن يدوم كثيرا، ده بعد شويه ممكن يتقلب لكلينيكال كيس. فده السب كلينيكال اللي عاوز يعرف. لو جالك بقى في الانفانت بعد ما تكتب الثلاث حاجات دول اللي هو الديكريس كالوروجينسيس والسكين واللابوراتوري اللي هي الكوليسترول والجدول ده، تروح حاطط السبيسيفيك فور كريتين. قلنا كريتينيزم سموه عشان افتر ذا نيم اوف كريت ايلاند اللي هم عزلوا فيها الهبل. في تخلف في الفيزيكال والمنتال والسكشن. فيزيكال قلنا الجمله المشهوره بتاعت استاذنا الدكتور محمد طلعت هتكتب في ديلي في اول مايلستونز في كل شواخص اوف جروث، السيتنج، الووكينج، التيث ايربشن، اليونيون اوف ايبيفيزس، كل حاجه، الكلوجر اوف فونتانيلز، كل حاجه متاخره عن ميعادها. وبعدين تقول البونز دي مهمه جدا لينا احنا، مور افكتد ذان سوفت تيشو، وتاخدهم خمسه من فوق لتحت. اي سوولن ايليد ويز نارو فيشر، النوز ديبرست ويز وايد نوستريلز، الماوس دي اهم حاجه، انا عارف بيفوتوها كده، دي اهم حاجه، دي هي دي اللي بنشخص بيها. انلارج بروترودد تانج بتوين تو ثيك ليبس، فدي بتدي صعوبه في السوالوينج وفي البريدنج، ودي ممكن يموت بسببها، يموت مختنق، ديث اسفكس. لو تنبهنا ليها وادينا ثيروكسين ده الوقت الصح، لسه ما تكونش البلاد برين بارير، ننزل لتحت يبقى نمره اربعه هنلاقي السوبرا كلافيكولار باد اوف فات، نمره خمسه الابدومين بوت بيلي ابدومين لان البلفيس الصغير والفيسرا ما تاثرتش، البون اللي بيتاثر وامبلايكال هيرت، ده اللي هو الفيزيكال. طب منتال تقول ان هو ايديوت، يعني المنتال ايج بيلو 2، بيلو 2 تحت سنتين، والدليل ما بيتكلمش، ديفكتيف سبيتش، ما بيتحكمش في البول براس، انكونترنت، ما يقدرش يلبس نفسه، كان نوت تيك كير اوف هيم سيلف، ولا تقدر تسيبه لوحده يحط ايده في النار. ثم نمره سي اللي هو امبوتنت وسترايل، امبوتنت وسترايل، وطبعا قلنا السبيشال كاركترز دي مع الفيزيكا واللي يسموه كريتيك. واوعى تنسى لو عندك قريب لازم نقيس له التي 3 والتي 4 الطفل اول ما يتولد، كل هنا ما بيعملوش غير الكلام ده. طب لو كبير بقى بنسميها اندر
اكتيف ثايرويد. في السيفير كيسز نسميها ميكسيديما عشان في إديمة معها ميوسين، وممكن تطلع دي رير الميكسيديما عشان تبقى فاهم السيفير كيسز، وميبي لايف ثريتنينج من ميكسيديما كوما وما شابه. هنا بقى كلام بسيط هتضيفه على الجنرال، هنا ابسط كتير، انه زي طالب كليه الطب اباثي ديكريز رياكشن تايم، التايم هياخد وقت اطول للريفلكس لانه في ديلي ريلاكسيشن اوف تندون جير. سيكشوالي لو في احنا قلنا المره بيجي في الفيميلز اكتر، الريجولار هيفي منستريشن، الصوت عشان الفوكال كورس حواليها ميكسيديمتس تيشو بيبقى هورسنس او هاسكي مبحوح فويس، وما نعرفش ليه لوس اوف هير في الاوتر ثيرد اوف اي براو. انا اولاد عندي امل ان انا اخلص ثيرود النهارده، فهديكم راحه 10 دقايق نلتقي بعدها 3 ربع ساعه نقول فيها الهايبر عشان عاوز اقولها مع الهايبو، هي الطف كتير من الهايبو، وسؤالين شفوي نقفل بكده. فراحه 10 مينيتس ثم نلتقي بعدهم باذن الله. يبقى اشكركم على وقتكم حاليا، ويعني استودعكم الله لمده 10 دقائق باذن الله.